انا مقدره تماما الحزن اللي حضرتك فيه، وعارفه قد ايه الغدر والنداله قاسيين، لكن هتقولي ايه بعد لكن؟ اللي بعد لكن ما يتقالش يا ليلى. انا اصلا مش من هنا، احنا يا دوب بقالنا سنه هنا، جينا لما مشيل دخل الجامعه قلنا هو نبقى جنبه وهو يبقى اسمه تغيير. هل حضرتك من فين؟ انا اسكندراني ابا عن جد. شوفي يا ليلى، الاسكندر الاكبر لما جاي يبني اسكندريه المهندسين بتوعه قالوا له نبنيها منين لفين، البحر واسع، ملا كفه بدقيق شعير ورماه على الارض، رسم لهم شكل المدينه تبقى ايه. فجاه جا طير وحط على الشعير ياكله، طير ياما، الناس ما عرفتش الطير ده جه منين ولا ليه، انما اللي عرفوه ساعتها كل الناس ان البلد دي هتفضل بلد خير وجود وامان. انا عشت في كل حته فيها وصاحبت كل الناس، الصيادين وغزال الشبك، المشايخ وابو احمدات، البحاره والعساكر، لفيت كل شوارعها وحواريها، من مرسي ابو العباس لقلعه قايتباي لكرموز للسياله، كل حته انا حفظت وشوش كل الناس الاسكندرانيه وكنت بعرف اقراها كويس. انما لما جيت هنا يا بنتي قلبي انقبض، الناس وشوشها متبدله، مش شبه الاسكندرانيه اللي انا اعرفهم، ضحكه وهفشه ونكته اتبدلوا بتكشيره وضيقه وخناقات لأتفه الاسباب، الحضن بقى كره، بقى شوك، اللمه فرطت خلاص يا ليلى. هتسأليني تحزين على اللي حصل؟ إن يعني فقدت مراتي وابني؟ معلش، هما دلوقتي يا بنتي في الملكوت مع المسيح، ذلك أفضل جدا، لكن إحنا اللي عايشين على الأرض أكيد ده مش الأفضل بالنسبة لنا، ده الأسوأ. شوف بقى طعمه ايه ده. بسم الله. الله، ده طعم فراوله. ستروبري يعني يا جدو؟ ايه؟ فراوله. فراوله، ايوه. هي الستروبري دي اللي هتخفف سول ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هوب بسم الله. شاطر يا سولي، شاطر. يلا نجهز بقى، عايزك تكلفت نفسك كويس عشان ما فيش اي نقطه هوا تخش لك من اي حته. ايوه جاهز؟ جاهز. ننطلق؟ يلا بينا. يلا. كتير كتير يا سرير على دنيا الحواديد والاحلام. ها قول لي بقى يا سيدي، عايزني احكي لك عن ايه؟ احكي لي عن بابا يا جد. ليه يا حبيبي عايزني احكي لك عن بابا؟ ما هو بابا لما يجي هيحكي لك اللي هو عايزه. وانا اشوف بابا تاني يا جدو؟ طبعا يا حبيبي، طبعا هتشوفه وهتقعد معاه وتتكلم معاه زي ما انت بتتكلم معايا دلوقتي بالظبط. انا حاسه ان انا مش هشوف بابا تاني زي ما ماما حصل معاها، مش هنرجع نعيش مع بعض تاني سوا. لا يا سوري، لا ما تقولش كده. بابا حبيبي بيحبك واللي ممكن يبعد عنك. ما ماما كمان كانت بتحبني. اه معلش، اصل ماما كان عندها ظروف ما قدرتش، لكن بابا جمال راجل قوي، عارف مسك الظروف دي وقال لها ايه انت فاكره نفسك ايه؟ عايز تبعديني عن سوري حبيبي ابني؟ وراح مديها سيف يد، عارف سيف يد؟ اه كده، ايوه سيف يد كده اللي انت اتعلمته في النادي ده، وراح مكسرها حتت وقال لها لا انا لا يمكن استغنى عن سولي حبيبي وردي ورنفولي.
هو انت مسافر بجد يا بابي؟ اه يا حبيبي، هسافر يومين، عندي شغل وهرجع على طول. مش احنا اتفقنا ان اي سفريه تروحها تاخدني معاك؟ وانا هعمل لك ايه؟ ما انت لكل شويه تعيه. انا خفيت اهو يا بابي. لا ما خفتش، لما تطلع من المستشفى تبقى خفيت، واخدك في الحته اللي انت عايزها بعد كده. بابي ممكن اقول لك على حاجه؟ قول يا حبيبي. انا عايش علشانك، اوعى تسيبني لوحدي. علي مين اللي مستنيه يتصرف؟ انت اكيد واخد فكره غلط خالص عن علي. يعني ايه؟ مش هساعد جمالك؟ معرفش. بس علي ده من النوع اللي طول الوقت بيوهمك ان هو عايز يتصرف، لكن ما بيعملش ولا حاجه. مساعده بالكلام وبس، لكن فعل انسى. غريب قوي. بقولك يا اشرف، انت فعلا هتقدر تساعد جمال في قضيه زي دي ولا وكله محامي كبير؟ توكلي له ايه؟ محامي كبير. محامي كبير؟ المحامين الكبار دول كبار سن بس، مفيش حد فيك يا بلد يقدر يخرج جمال ويساعده من اللي هو فيه غيري. بس هو يساعد روحه الاول. يعني ايه؟ تفتكري يا منى جمال من النوع اللي ممكن يبقى ورط نفسه في حاجه زي دي بجد؟ آخر مرة بسألك، مين اللي ودى جمال؟ برضو واحد صاحبي كان معدي عليا يشرب معايا شاي، قرف من حياته وقال يخلص نفسه. انت هتستعبط يا روح امك، قال لك جاي قضية ايه؟ ما تسأله. لا ده انت بتستظرف. رد عليا عدل يالا، قال لك جاي قضية ايه؟ ما عنديش كلام اقوله لك. لو ما حكيتليش اللي حصل بالتفصيل هلبسك جناية قتله. لا يا راجل، ده على اساس ان انا جاي في سرقة موبايل. وانا اعلمك شغلك ولا يا باشا؟ قلت لك قبل كده 100 مرة مالكش دعوة بالموضوع ده. الحكاية أكبر منك، اسمع الكلام. اللي بتقوليه ده يا ليلى حله بسيط قوي. ما دام اللي في الصورة ده أحمد الطوخي زي ما أنتِ بتقولي، يبقى الاسم اللي قالك عليه زميلك اسم حد تاني. الجرايد كلها مش شرطة النهاردة باسم جمال الجبالي. طب يبقى مين أحمد الطوخي؟
ده اللي هيجنني. طب ما يمكن واحد شبهه. شبهه؟ أنا لو هغلط في الناس كلها مش هغلط في أحمد الطخي. أنا مش مصدقة إن الكلام ده بيحصل في أوتيل فايف ستارز. سوري دمازيل، بس قلت لك الغلط مش من عنا، ما إجى حدا من قبل حضرتك عمل كونفرميشن. البرنت دي من عندي مين؟ من عندكم هنا؟ هيدي الورقة موجودة أونلاين على الويب سايت اللي بتحجزي عليه. من فضلك ما تدخلينيش في حوارات جانبية، أنا جاية أعمل شغلي وأغطي المؤتمر ومش لاقية أوضة محجوزة لي، تقدري تقولي لي هتصرف إزاي؟ المشكلة إنه الأوض عنا كلها كومبلي، إذا بتحبي بتصل بأوتيل تاني قريب شوف إذا عندهم أوض. هترجعي تقولي إنه كومبلي برضه عشان المؤتمر. وضع ان في مشكله. مشكله كبيره. معلش كل مشكله وليها حل. ماري احجز الانسه ليلى المحجوب. احجز الانسه ليلى اوضه من عندنا. بس مستر اعملي زي ما بقول لك، انا عندي ناس لسه جايين كمان يومين. حاضر مستر احمد. شفتي كل مشكله وليها حل. ميرسي بجد، انا مش عارفه اقول لك ايه يعني. انا ما عملتش حاجه. احمد الطخي. مين ده؟ ده مستر أحمد الطوخي، عضو بالمؤتمر الأمم المتحدة عنا. صباح الخير. صباح الخير. تفضلي. المطعم فيه أماكن فاضية كتير، بس قلت يعني أنت عودتي إن أنا أحجز لك مش كده؟ كنت عارفه انك هتفهمني كده. انا بارك معاكي. هيئه الامم المتحده مش كده؟ واضح ان انت صحفيه شاطره فعلا. هو انت ما سمعتش عني قبل كده؟ اديني بسمع، بس بسمع سوري شويه. صح، انت عرفت كده ازاي؟ انا مامتي سوري بس بابا مصري. باين من طريقتك. انا بجد متشكره على اللي عملته معايا. وانا ما عملتش حاجه. هما كلموني الصبح ووفروا لي غرفة. طب كويس. تفتكر المؤتمر هيحقق حاجة؟ سوري معلش، كنت بتكلميني على المؤتمر مش كده؟ طيب بصي بقى، أنا صاحي الصبح النهاردة مش عايز أتكلم عن الشغل خالص، البلد دي فيها حاجات حلوة لازم تشوف فيها. تتكلم عن الشغل ولا تتفرج عليها؟ من أول مرة خرجت معاه فيها حسيت إنه مش زي أي حد أعرفه. كل مرة تقابلنا بعد كده كان بيتأكد الشعور ده جوايا. كنتش أرتب كلام أقوله معاه، كنت بسيب الكلام يطلع مني على طبيعته. كنت حاسة إن أعرفه يعرفني من زمان قوي زي ما أعرفش. من وأنا صغيرة كل اللي كان يسألني نفسك تطلعي إيه لما تكبري أقول له صحفية، حتى يمكن قبل ما أفهم يعني إيه كلمة صحفية. كانت في عندنا مدرسة في مدرستنا الابتدائي في طنطا كان اسمها أبلة عواطف، هي اللي اختارتني زرعتها جواها. كانت دايما تشجعني أكتب وأرويلها اللي كتبته، تخليني أطلع في الإذاعة المدرسية. عوضت عندي فقدان أمي، فضلت في حياتي لغاية ما اتجوزت سابع وبعدها توفت بفترة صغيرة. أنا آسفة، أنا مش عارفة حكيت لك ده كله إزاي. بالعكس، أنا عايز أسمعك. مين سامح ده؟ سامح كان خريج نفس كلية بس كان سابقني بدفعتين. كان شاب طموح وموهوب وأي بنت تتمنى ترتبط بيه، لكن أنا رفضت. رفضت علشان ما كنتش عايزة أي حاجة تعطلني عن مشواري وطموحي. أول جورنان اتدربت فيه كان هو اللي ماسك التدريب. قعدت يوم واحد ومشيت. قررت أشتغل صحافة من غير ما أتدرب. اشتغلت كتير ورحت وسافرت لغاية ما دخلت تلفزيون الدلتا التقارير وصورت. كنت أول صحفية بتدخل تلفزيون من غير واسطة، دي طبعا كانت معجزة. وفي يوم لقيت سامح هاتف عندي في البرنامج، هل صدفة ولا مترتبة؟ آخر الحلقة سألني قال لي تتجوزيني؟ حسيت إن ده كان السؤال اللي كنت طول عمري أهرب منه، بس المرة دي كان شايف أهرب منه تاني. وللأسف هو اللي اختفى.
اللي حصل ازاي؟ حادثه عربيه، الاسعاف متاخر، الباقي معروف. معلش، ما هي كده كل حاجه في حياتي بتيجي متاخر، اسعاف بتيجي متاخر، قرارات صح بناخدها في حياتنا بتيجي متاخر، حتى الناس المفروض يبقوا في حياتنا قريبين مننا بيجوا متاخر. كتير عني كأنك تعرفيه من زمان. كان ليه سحر غريب عليه، ما حسيتوش بقى حد غيره. طب هو حكالك عن نفسه؟ بتقالي كنت دايما عايزه اعرفه، ولما كنت اساله كان يجاوبني ويقول لي انا عايزه اسمعك اكتر. يعني ما حكيتيش اي حاجه خالص؟ خالص؟ دايما بشوف ان ما عنديش كلام كتير اقوله عن نفسي، حاسه انا في حته بعيد لوحدي، عامل زي الصقر طاير في السماء، قليل قوي لما يقرب من الارض. ليه يلحق يقرب من حد ولا يدي فرصه لحد يقرب منه؟ عشان كده لما كان حد يسالني زمان وانا صغير نفسك تطلع ايه، كل مره رد الاجابه مختلفه، مره طيار، مره بحار، مره متصلي الجبال. كنت دايما بغير اهتماماتي، بس الهدف كان واحد، ان افضل بعيد لوحدي. عشان كده ما بحبش اتكلم كتير عن نفسي، عشان الكلام اللي اقوله النهارده ممكن يغير تاني يوم. هتفضل كده لحد امتى؟ لحد ما حاجه جديده تحصل تغير حياتي. بصراحه انا مستغربه كلامك قوي. ليه؟ لانه دايما اللي عايزين يبقوا لوحدهم زي ما بتقول بيبقى في حاجه جواهم بيهربوا منها. بالعكس، اللي بيروحوا وسط الناس والزحمه هم اللي بيهربوا، بيحاولوا يشغلوا روحهم وينسوها، عشان لو قعدوا لوحدهم الخوف بيقتلهم. هو انت ما بتخافش؟ اللي قابل عيون الحلوه دي عمره ما يخاف ابدا. اتكلمت كتير قوي النهارده، اوعى تكون صدعتك. بصراحه صدعتيني، بس صداع حلو زي صاحبته. وبعدين بقى في الكلام ده، هي دي طريقه كلامي، عايزين اغيرها غيرها، بس اغيرها لحاجه احلى من كده كمان. هو في حاجه احلى من كده كمان؟ اكيد في احلى. نتعشى مع بعض النهارده؟ نتعشى مع بعض. عرفتي ليه بقولك اني لو غلطت في الناس كلها مش هغلط فيه؟ كلامك بيقول ان مش ده بس اللي حصل ما بينك يا ليلى. اكيد يا رب، انا كنت حاسه طول الوقت وهو بيكلمني مش ببص لي، ببص جوايا، عايز يوصل لروحي وقرب منها، وفجاه كده بيختفي زي كل حاجه حلوه بتختفي من حياتي في لحظه. على قد ما نفسي اعرف، على قد ما انا مستغرباكي قوي، انت ولا مره في حياتك جبتي لي سيرته. انا جه عليا وقت كنت بخاف اجيب سيرته بيني وبين نفسي عشان ما اتكلمش. احنا مش اخوات يا ليلى، طب لو ما حكيتليش انا كان ممكن تحكي لمين؟ بعدين يا رب، بعدين احكي لك كل حاجه، وقتها تعذريني ان عمري ما حكيت لك. اوكي، اسيبك براحتك، لما تحبي تحكي انا موجوده. يلا انا همشي عشان اتاخر. ايه ده، شفتي؟ اهو كلمه اهو. يلا باي. على باي. هكلمك اول ما اوصل، خلي بالك من نفسك. اوكي. عامل ايه يا جمال؟ ازيك يا علي؟ جاي تطمن انه حصل؟ مش انا يا جمال، مش انا. انت تظن فيا كده برضه؟ ابو العزم مصمم انه يتخلص مني. ماشي، اصبر لغايه ما نفهم اللي بيحصل. اللي بيحصل ده ما كانش المفروض يحصل، قلت لك قبل كده. بس طالما هو مصر يبقى هو كده انتهى بالنسبه لي خلاص. يعني ايه؟ يعني لازم يعرف ان هو مش محمي. انا عارف اتصرف معاه ازاي يا علي. بلاش تفكر كده ارجوك. يا علي، احنا اتعلمنا لما خصمك يوجهلك ضربة لازم تردها له، حتى لو اعتذر، عشان ما افكرش اعملها معاك تاني. انا سألتك قبل كده، انت مأمن نفسك؟ اه مأمن نفسي. طالما الموضوع وصل بينا لكده لازم يعرف ان معايا حاجات كتير قوي ممكن تأذيه. تمام تمام يا جمال، كده انا اطمنت انه غصب عنه هيقلق هيطلعك من هنا. لا لا، لوحده مش كفاية،
لازم يخاف. بس الكواليتي بتاعتها مش واضحه قوي، مفيش اي سايت تاني الاقي فيها. اوكي، شبكه المسيح الحر. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. طب ثانيه واحده، ثانيه واحده، بقول لك ايه، ينفع تبعت لي اللينكات على الفيسبوك؟ Thank you, man. Bye bye. اسمع شو بدي اقول لك. أنا اليوم دقيت على مكتب الطيران وحجزت فلايت إلي وإلك بعد 3 أيام. وأنا قلت لك قبل كده مش هينفع أسافر دلوقتي. ما عم بقول لك هلا، عم بقول لك بعد 3 أيام. مستحيل. مستحيل؟ شو هو المستحيل حبيبي؟ نحن كنا رح نموت بلحظة. Do you understand this؟ أنا من وقتها مش قادرة أقوم، مش قادرة آكل، مش قادرة أعمل ولا أي شغلة. وأنا مش قادر أعمل أي حاجة في حياتي لغاية ما أجيب حق أمي وأخويا. والله؟ يعني بعمرك ما رح تعمل شيء، بتعرف ليه؟ لأنه نحن أصلاً عايشين ببلد ما فيه حقوق عشان تعرف ترجعها. مارلين، لو أنتِ عايزة تسافري، سافري أنتِ. أنا مش مسافر. كله تمام يا كومي بيه، زي ما سيادتك أمرت وأكتر. أيوه، والمأمور اتراضى. لا وإيه، على حساب نوح. حب يعمل نزيه فقلت أسيبه يلبس. هتشرب إيه سيادتك يا فندم؟ يا سلام يا سلام سعادتك، هو كان يحلم يشتغل معانا؟ تمام يا فندم، مع ألف سلامة. سلام يا فندم. ست الكل، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. منوره المكتب يا ست هانم. سامحيني يا فندم، مكالمه مهمه. اهم مني يا بدير؟ وفي اهم من سعادتك عندي؟ ده حضرتك اهم حد عندي في المكتب. امريني يا هانم. طبعا مش محتاجه اقول لك ان زيارتي ليك هنا وكلامنا اللي هيتقال ما بين فريال وبدير وبس. يعني كومي لو عارف ان انا جيت لك هنا هيزعل منك اكتر ما انا هزعل، وبعدين هيقول ان انت بتطلع اسرار زباينه بره، حتى لو اسرار لمراته. عيب يا ست الكل، الكلام ده ما يتقالش لبدير المحامي. واحنا معرفتي امبارح، ده احنا من زمان قوي، ولا نسيتي؟ ما نسيتش، بس برضو عايزه افكرك ان زمان غير النهارده. لا تكون انت اللي نسيت. اموريني. عايزه ارجع سليم ابني، اظن ان الحضانه من حقي ولا ايه؟ من حقك، بس اللي انا فاهمه انك سايباه بمزاجك، بالتراضي يعني. بالتراضي. وانا مصره على رايي، انا مسافره انا وسليم ابني. يلا يا سليم حضر شنطتك. هنقف هنا واتكلمها. انا قلت مفيش سفر تاني، انا مفيش سفر. أنا مش قادرة أفهمك بصراحة. ليه مش عايزنا نعيش زي الناس الطبيعية ما هي عايشة؟ ليه مصر إن أنت تعيشنا في المزبلة دي؟ وبعدين يا أخي ما أنت مش عارف تعمل لنا اللي إحنا عايزينه. سيبنا نجرب. ولا أنت بقى لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل. الموضوع ده اتقفل خلاص.
مش عايز اسمع في كلام تاني. انت عارف ان انت بتموتني من الضحك وانت بتتكلم ميري. اتكلم عادل زي الناس الطبيعيه. ميري يا بنت لو عملت كبيري مش هتلاقي روحك. لا ما انا عارفه عشان كده رفضوك. دي اخر مره اسمعك تتكلمي في الموضوع ده. لو اتكلمتي فيه تاني هيبقى اخر يوم ليك هنا في البيت، انت فاهمه ولا لا؟ الله، وده هيبقى اسعد يوم في حياتي بجد. يلا يا سليم حضر الشنطه. انا عارف انت مش طايق عيشتك معايا من زمان وبتحلمي بعيشه اكبر بكتير، بس انا مش هجبرك تعيشي معايا بالعافيه. انك ما تسويش عندي حاجه خالص، ما تساليش حتى ان انا هسالك، بس سليم لا. سليم هيفضل عايش معايا، ولو حلمت يا فريال مجرد حلم تبعديه عني مش هصحيكي منه. فوق ايه؟ وبعدين؟ بس ما فرقش معايا وركزت في مشوار الكون. على يدي. بس انا دلوقتي فارق معايا وعايزاه. حقك، بس بس ايه؟ تفتكر هيسيبهولك بالساهل كده؟ الحكايه من حقك زي ما قلت لك، ومن اول جلسه كمان. ده مش قضيه، ده لعب عيال، انما مش كل حاجه القانون والمحاكم. يعني ايه؟ يعني اظنه هيرخم حبتين. يرخم؟ الله. طب ما احنا كده مش هنطول الوقت. ومين قالك ان انا عايزه اطول الولد؟ انا عايزه اساومه، العبه، لا اكتر ولا اقل. ده انا هقطعك يا واد يا سليم. انت ما تعرفش عمك اشرف بقى لما بيلعب بلاي ستيشن. مش تعرف تكسرني يا انكل اشرف، انا الجول بتاعي جامد. ماشي يا عم الجامد، هنشوف. ويوسع جنب العارضه. الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ فاول. انا هقطعها منك دلوقتي. لا مش هتعرف. جول يا ابن اللذينة. تلعب جيم كمان؟ لا، في ماتش مصري وغانا. ماتش مصري وغانا؟ اه ماشي يا اخويا. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا مفرج الكرب فرج الكرب عن عبيدك يا رب. النبي يا رب، حياة حبيبك النبي محمد، ما تسيبش جمال ابني في محنته. مديله ايدك يا كريم وخد بايده، احنا مالناش غيرك نساله يا رب. انا كل ما ببص لسليم بقول ذنبه ايه ولد جميل زي ده يتحرم من ابوه وقبلها من امه، يعني لا اب ولا ام. لما يتحرم منهم هما الاثنين مين اللي هيفضل له اشرف؟ يا عمر جاي الكلام ده، ربنا يديك الصحه ويخليك لينا كلنا. والله يا ابني انا اللي حصل ده خلاني عجزت عمرين على عمرين. كان نفسي ان انا اقضي بقيه ايامي في هدوء ومن غير مشاكل، نفسي اعيش مطمن. لكن ازاي؟ انا كل الباب ما بيخبط ولا جرس التليفون بيرن ببقى حاسس ان فيه مصيبه هتحصل. يا عمي مفيش مصايب خلاص، وباذن الله باذن الله كل حاجه هتبقى زي الفل يا رب. المهم انا مش عايزك تحس بكده على الاقل قدام سليم، مش عايزين نحسس الولد باي حاجه خالص. والله انا بعمل كده يا ابني، انا بمسك نفسي قدام بحاول اضحكه وانسيه. لكن انت ما بتشوفوش لما يسال على ابوه ويقول لي بابا ما جاش عشان ياخدني ليه. الواد نبيه بسم الله ما شاء الله، وانا خايف لا يكون فاهم حاجه. لا يا عم احنا بقى دورنا ان احنا نفهمه ان ما فيش اي حاجه خالص. انا حتى الجورنال ما بقتش اجيبه، خايف لا توقع عينه على صوره لابوه ويقرا كلمه مكتوبه عليه. حتى المدرسه ما بقتش اوديه، خايف لحد من زمايله يقول له كلمه كده ولا كده. انا مش عارف يا ابني والله مش عارف اعمل ايه. ربنا يعدينا منها على خير يا رب. ان شاء الله خير يا عمي. ما تباصي يا شوف الواد بيباصي ازاي، بيشوط في زميله. الله يخرب بيوتكم. اقطع اقطع. صفر يا اخويا صفر صفر، كانت كنوده لما نشوف الشوط التاني. العيال نازله الماتش وهي حاقده على بعض. اللي خاطف
واحدة رقاصة من زميله، واللي مرافق بنت ممثلة، واللي واخد هدية من الشيخ فلان، عيال بايظة بعيد عنك. ايه يا خليف؟ مالك؟ شكلك كده مش في المود. لا زي ما تقول سعادتك، يعني أنا ماليش في لعب الكورة قوي. إيه؟ أنت عارف لو سمعتك بتقول كده ثاني يا خليفة هعمل فيك إيه؟ إيه؟ هلبسك شورت وأخليك تنطق. حلوة. يا خليفة القمح والمزاج، الناس تاكل يا خليفة تملى بطنها، وبعدين بقى تحشش أو تشجع كورة فتعدل مزاجها، عشان لو مزاجها هتعكنن هيقوموا ياكلونا احنا يا اخويا. خد بالك من الكلام ده يا خليف، ده اهم من اللي بينك وبين الكومي ولعب العيال اللي بينكوا ده. لعب عيال ازاي؟ ما تاخذنيش يعني، هو مش ده برضو اللي انت كنت جاي علشانه؟ هو ولا مش هو؟ يا دكتور زيتون، الكومي بيتصرف تصرف بيتصرف صح وكل راجع عنه. خد لك اجازه يا خليف، خد لك اجازه عشان ترجع حلو كده وفريش وتنول الرضا. مش معلقه في الزنزانه وبس، لا وايه وبيهدد كمان، ومش بعيد بكره الاقيك متعلق جنبه وهتشوف. سعادتك انا ما كنتش موافق على الامر ده. موافق على ايه ولا مش موافق على ايه يا بني ادم انت؟ انت حته بني ادم فاشل. اقصد يا فندم ما كنتش مقتنع. مقتنع؟ اه هو ده بقى سبب فشل تصفيه جمال مش كده؟ لكن قول لي كان يقصد ايه باني مش محمي؟ في ايه تحت ايه الجمال يا علي؟ سبق وسالته وانكر تماما يا فندم. تفتكر؟ في الحقيقه ما اظنش ان جمال بالسذاجه دي علشان يصرح بكل اللي جواه. جمال بيلعب لعبه هو مش قدها. تقصد ايه سعادتك؟ قول لي مشكله جمال بدات من ساعه موضوع السلاح الاخير مش كده؟ مظبوط سعادتك. طب قول لي بقى كده تاني ايه اللي حصل؟ مشكلة نفسية، وسعادتك اللي اديته الاجازة حتى بعدها. انا اديته الاجازة لان كنت فاهم ان هو تعبان او مرهق، لكن ما كنتش اعرف ان الموضوع اكبر من كده. متأكد يا جمال ان هو ده المكان؟ اكتر من كده اظهروا الحرس الحدود، وده مش في مصلحته. فاكر الصحراء الغربية والوعى اللي تربينا فيها أربعة أيام بلياليهم؟ ودي يوم تتنسي؟ ساعتها اتولد سليم وما شفتوش، كنت هتجنن عليه يا أخي. وطلعت جنانك على عيال المهربين لما فرمتهم. شكلهم وصلوا. نقرب عليه. سيبهم هم يقربوا. قلب لهم بس نور. الشنطة يا جمال. خلي بالك اشيلها تدوس على الزرار. مش على المير يا وحش. دي المصيبة. ايه ده؟ بتلاقي ابنه ولا ابن اخوه؟ بعلمه العيال من صغره ولا دي الكلب؟ الشنطة يا جمال، الشنطة. بلاش علي. هو ايه اللي بلاش؟ الواد الصغير ده ذنبه ايه؟ فيه يا جمال، فيه. اركب يا جمال مفيش وقت، اركب. علي بلاش علي. ايه اللي بلاش؟ كده بتعرضنا للخطر قبل منهم، اركب. اركب يا جمال.
ده اللي قلب كيانه من وقتها يا فندم. هنا كمان يا مولانا. ايوه مبروك. الله يبارك فيك. الشربات اللي بره ده في عقد الجواز باشا نور. وماله؟ ومش ينفع كتب هنا برضه يا ابراهيم باشا؟ معقول يا شيخ نور؟ مش قوي كده. ابراهيم بيه عامل معاك واجب جامد قوي يا مولانا. الله وماله؟ طبعا الله. احنا مش جيران وحبايب؟ جيران ده ايه؟ وعشان مكتبي جنب عنبارك نبقى جيران ولا ايه؟ لا باشا ما تفهمنيش غلط، الحكايه ملهاش علاقه بالمكتب ولا بالعنبر. انا بتكلم مع الفيلا اللي كتبت باسم سعادتك في الكومباوند الجديد بتاعي. طيب هديه مقبوله يا شيخ نوح؟ بس باسم الولاد. فاهم يا باشا، احنا لينا بركه لسعادتك. احنا عاجزين عن الشكر يا شيخ نوح. طيب خدوا راحتكم، انا دقيقه وراجع. اتفضل سعادتك. الكومي بيه مبسوط بان عمليه زي دي تمت، واكيد انت مبسوط اكتر ولا ايه؟ لو عد من عند ربنا سبحانه وتعالى وحد يكره. عمليه زي دي هتريحك 3-4 سنين لقدام، ده غير مصنع المسكوكات ومواسير السبتيه. لا اعوذ برب الفلق. يا متر انت شغال محامي ولا اموال عامه؟ لو انت فاكر لما الكومي بيه يحب يشاركك يجي على عماه كده، ده لازم يلفظك ويشوف اصلك وفصلك. الحمد لله ان السي في بتاعي طلع يشرف. اه يشرف، بس العبد الله له دور برضه. لا كمان ما بننساش حبايبنا متربدير. تمام. بس اوعى تنسى ان كومي بيه داخل العمليه دي عشان يستخبى في جلبيتك. يعني كلمه كده ولا كده هيمسكك صح. وانت ولده مش حبل بس كده. ربنا يكفينا شغل المسكن والمساكين. يا مرحبا يا باشا. خط عزيز. الله يعزك يا عم خميس. ما تستغربش اني عرفت اجيلك، انا جبت عنوانك من التحيات. يعني محامي ومباحث كمان. بالظبط كده. قول لي اخبار صحتك ايه؟ رئيس النيابه كان بيقول لي انك تعبان. اللي حصل كان صعب قوي يا باشا. جثث واشلاء ودم. كان بيني وبين الموت نص خطوه. لو لا قدر ربك بقى بادي انه ينقلني. ونعم بالله. قول لي يا عم خميس، رئيس النيابه لما وراك الصوره بتاع الجمال اللي هي دي، قلت له انك سبق وشفته قبل كده في الوزاره صح؟ صح يا باشا. وكمان قلت له انه استحاله يكون هو اللي عمل كده، لان الانفجار لما تم جمال كان جوه الكنيسه مش كده؟ ايوه يا باشا قلت. وقلت له كمان لا يمكن يكون هو اللي فجر، لانه كان هيضر روحه، هيأذي نفسه وسط اللي كان ناوي يفجرهم. بس ظهر ان الكلام ما عجبش رئيس النيابه. شخطيه زي اللواء. طب معلش حاول تفتكر معايا كده، ما تعرفش جمال خرج امتى بالظبط من الكنيسه؟ يا باشا انا اتلهيت في اللي حصل. طلب زميلي كان بينازح في نفسه الاخير، وكنت بلقنه الشهاده. بس انا فاكر اني لمحته خارج وسط الناس بيساعدهم ويسند اللواء. بعد كده الدخان والتراب غطى على المكان كله. طب حاول تفتكر بس، ما شفتش اي حد معاه؟ حد داخل معاه وخارج معاه؟ حسيت ان هما مع بعض يعني. هو لما جه لوحده، ولما لمحته وسط الناس كان خارج لوحده. يا باشمهندس سبق وطلبت نفس الطلب وجاوبتك عليه. استعلمنا في سفارتنا في روما وبروكسل، وانا شخصيا وصيت على التدقيق في الاسم. الاستعلام دايما بالنفي. ايوه سعاده السفير، انا مقدره وشاكره لحضرتك جدا، وعارفه كمان انك تعبت معايا، بس انا بدور ولما بوصل لحاجه ببقى محتاجه حد يساعدني اوصل لاخرها. أنا جبت قائمة ركاب لرحلة طيران من روما لبودابست، ولقيت اسم رضا أخويا الثلاثي، رضا السيد حلمي، يعني استحالة تشابه الأسماء. الرحلة تاريخ كام؟ يعني من أكتر من شهر. وأنت ضامنة إن هو لسه قاعد في بودابست ما اتحركش منها؟ على الأقل نتأكد إنه دخل وخرج. الحل الوحيد لكده هو أمن المطار المجري. هو اللي يدلك. طب والخارجية هنا؟
الخارجيه بتخاطب السفارات والقنصليات بس، وانت عارفه الكلام ده. يا بنتي في حاجه ابسط من كده. ليه ما حاولش اكلمك ولا مره؟ ليه ما بعتش جواب ولا ايميل يطمنك عليه فيه؟ رضا اخويا اكيد هربان من ملاحقه، وعارف كويس انه لو اتصل بيا باي وسيله هيعرض نفسه ويعرضني لمشاكل. تفتكري لو هو مطارد فعلا هيلجا للسفاره علشان خاطر يثبت ان هو مقيم فيها او حتى يطلب اي خدمه؟ اسمعي يا بنتي، فكري بهدوء. انا لو في ايدي حاجه مش هتاخر عنك. كلكم بتقولوا كده، انا عاوزه اعرف رضا اخويا فين، محتاجه حد يساعدني. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ولا زالت ردود الافعال بتتوالى بعد حادث تفجير الكنيسه. توقعنا اقاله وزير الداخليه، ما حصلش. قلنا هو هيقدم استقالته، ما حصلش. طب مدير الامن المسؤول يقدم للمحاكمه للاهمال والتقصير، برضو ما حصلش. الظاهر بقى ان اللي لازم يتحكم في البلد دي هو الشعب. الشعب اللي ما بيعرفش يتنبأ بوجود القنابل، الشعب اللي ما بيعرفش يستحمل شويه تفجيرات كده تفرقع فيه. فيبقى مطلوب من الشعب ان يطور اداؤه ويتحمل علشان يبقى على مستوى تحمل النظام لينا والمشاكلنا اللي ما بتخلصش. فاصل ونرجع لكم ومعانا ضيفنا الكريم. قولي، مبسوط بقى في الجواز؟ أنا أصلاً ما كانتش ليا جواز، بس لما قررت أتجوز التزمت بفكرة إن بقى عندي بيت وزوجة وطفل. هي مش قادرة تفهمها، حاولت أفهمها مرة بالأدب مرة بقلة الأدب، بس برضه مفيش فايدة. عارفة أديكي بتقابليها وبتشوفيها كتير، أنا عايزك بس تقوليلي عشان أرتاح، هو أنا اللي اتغيرت ولا هي اللي اتغيرت؟ ما بقتش زي زمان. بص يا جمال، أنت عارف أنت إيه بالنسبة لي، مش أنا اللي هقولها. وفي ريال من يوم ما عرفتها عن طريقك لما بقيتوا مع بعض، وأنا قصداً يقول بقيتوا مع بعض ومش اتجوزتوا، لأني عارفة ومتأكدة إن مش هي الست اللي تستاهل إنها تكون مرات جمال الجبالي، ولا مرات أي حد للأسف. أنت قصدك إيه؟ ما تفهمش كلامي غلط. فريال ما بتشوفش أي حد في الدنيا غير نفسها، نفسها وبس. أنا ست يا جمال، وأعرف أقرأ الست اللي قدامي كويس قوي. فريال ما بتغيرش عليك، ما بتخافش عليك من أي واحدة ولا من علاقتنا مثلا. وأنا قلت لك 100 مرة ما تفتحيش الموضوع ده حتى بينك وبين نفسك. المذيعة اللي عندك دي مش عايزة تهدى ليه؟ أنا حذرتها، هي حر يومين وهيشدوها على فكرة. رامي نام؟ آه يا حبيبي، بينام كتير قوي يا بابي. عايزة أكلم دكتور رياض يكتب له على منشط ولا دواء ولا حاجة. منشط إيه اللي ياخده عيل صغير زي ده؟ عيل في السن ده محتاج حد يداديه، حد يلعبه، وأنتِ وأبوه ما أنتوش فاضيين له، عايزاه يقعد مع مين يعني؟ بقول لك إيه يا بابي؟ قريت اللي كتب عن جمال النهارده؟ جمال الجبالي؟ ايوه قريت. وما تطلبيش مني اي حاجه، لان مش ممكن حد يتدخل. ليه؟ الحكايه دي ما تشرفش اي حد يتدخل فيها، وانا اللي فيا مكفيني. الكومي عمال يلعب والدكتور زيتون راضي عنه، ما تبقيش انت وهم بقى تلفوا الحبل حول رقبتي. حبل ايه بس يا بابي بعد الشر عليك؟ ما تقولش الكلام ده تاني. اسمعيني يا بنتي، الناس هنا عندنا ثلاث اصناف. صنف غبي بيوقع نفسه بنفسه، وصنف هم كارهينه فبيوقعوه، وصنف تالت مركز
بس بيغلط غلطة بتخليهم كلهم يتسعروا عليه زي الكلاب. ترضي لأبوك إنه وقف والكلاب كلها تنبح حواليه؟ لا طبعا. يبقى تعلميها أنت كمان وما تديش لحد الفرصة إن هو يوقعك، وبعيدي تملي عن القرف والمشاكل. عطشان، أبوس إيدك عطشان، أشوفك كبير، أشوفك كبير كبير. أهو والله أقرب كده أشوفه عشان أبوس جزمته عشان يرحمني. يا كبير يلا روح كفارة أبو زيد. تعيش يا معلم بوبو، صحتك جت على السجن. هو كان أكله مرعى ولا إيه؟ طول عمر رجالتك تلاقي اللي يخدمها في أي حتة، ووصايتك سارية على الكل يا كبير. جدع يالا، جوزك رجع لك أهو راضي. يخس ولا يخستع أرجعه هناك تاني، أنت حر. ما تحرمش منك يا كبير. فتح العجل يا معلم. استنى ما نشوف العجل اللي جوه. ارحمني يا كبير، انا خدامك طول عمري. بس زعلتني. زعل مردود، اعمل فيها ما بدارك بس ما تموتنيش. احكي اللي حصل يا سنان. فضل في الرايحه والجايه يلقح بكلام لغايه ما تهجم عليا في الاوضه وكان عايز ينول غرضه، بس ربنا سترني يا كبير. ما تعرفش يا وسخ ان اي واحده في عزبه بوبو تبقى زي اختي، وان اللي يكتب عليها هيبقى اخويا؟ عارف. طب لما انت عارف بتطمع ليه في لحم اخوك يا وسخ؟ وسخ الشيطان والله يا كبير، ابوس على جزمتك وجزمه كل اللي واقفين معاك. تبوس على جزامنا خسيسه واطي. كنت خليك راجل وبلاش تدني نفسك. اتفضل يا كبير. حق راجلها. ماشي. خد حقك ابو زيد. تشكر يا كبير. تعالى يا ابن الكلب يا واطي. حلال الله اكبر. خطوه عزيزه يا علي بيه. يا دي النور يا دي النور. عامل ايه يا بوب؟ انا تمام زي الفل. ايه ده نجات؟ شيء ايه؟ غدا بسرعه يلا. حاضر. ملوش لازمه يا بوب. علي الطلاق ما ينفع. ده احنا ذابحين عجل وندبح التاني لاجل مجيتك. اتفضل يا علي بيه، اتفضل استريح. نجات دي من حريمك؟ لو الشرع محل الاخوات كنت كتبت عليها وقتي، بس يا خساره بطلت من زمان. شقتك يعني؟ ابو وام. المكان هنا بفكرني ببلدنا، نفس الخضره وريحه الهواء. انا اتولدت هنا يا علي بيه. الارض اللي سعادتك شايفها دي اشتغلت فيها اجري بلقمتي، كتف في كتف ابويا واخويا الله يرحمه. كل شبر منها شاف دم وعرق وحكايات. لما ربنا فتحها عليا قلت مش هشتري غيرها، واديني كبرتها ووسعت فيها وربنا بقى يبارك لي فيها. ما تجيش في يوم تبيعها. محدش بيبيع اهله يا علي بيه. شايف دي؟ اوبا زي القمر. عايزين نظبطها. خساره في التظبيط. نفذ اللي اقول لك عليه. انت تؤمر يا علي بيه. وقعدت قد ايه بقى؟ ما استحملتش ربع ساعة واتجننت، أرزل تدريب بتاع تنقيط المية ده. ربع ساعة ده أنت ذكر قوي. يا ابني أنا قعدت ساعة وربع لحد ما المية خلصت. ما أنت واخد على الطرقعة. طب اظبط بقى لما أطرقع لك. بقول لك إيه صحيح يا علي؟ أنا كلمت أبو العزم وخليته يعفيك من سفرية المغرب اللي جاية. عملت كده ليه يا جمال؟ أنا عملت كده ليه يا علي؟ أنت ناسي إن أنت كاتب كتابك كمان أسبوعين؟ العملية كلها 48 ساعة. علي هل العملية مش سهلة؟ العملية خطر يا علي. علشان خطر يبقى اسيبك لوحدك؟ طبعا لا. يا علي احنا في مركب واحدة، لو حصل لك حاجة ذنبك هيفضل طول عمري في رقبتي. تفتكر لو سبتك لوحدك وجرى لك انت حاجة هبقى عايش مبسوط؟
انت زي ما قلت احنا في مركب واحد، ما ينفعش حد فينا يسيب التاني، ولا ايه؟ ماشي. ألف ولا معلم، ده اللي اتفقنا عليه. ماشي، اتفضلي. الحمد لله على السلامة يا عروس. استلم الأمانة يا كبير. شو جزال، أنت أوكي؟ تشكرات على ايه؟ انت من طرف الباشا الكبير. انت ايه ما بتشوفيش؟ سوري مدام. امشي. حاجه تقرف. انت مش شايفه ان القلق والتوتر اللي انت فيهم دول اوفر شويه؟ كل ده عشان حته طلب استدعى للنيابه فيها ايه؟ لا والله. اعتبريهم يا ستي واحده صاحبتك ما بتحبهاش. قابلتك في النادي صدفة، تقول لك هاي ازيك عاملة ايه؟ ادي كل الحكاية. كومي، الطريقة اللي بتعملها مع الشغالين عندك دي ما تعملهاش معايا. أنت فاهم كويس أوي أنا متضايقة من ايه. وحبيبة قلبي متضايقة ليه؟ أنت ناسي جمال ده كان بالنسبة لي ايه؟ طليقي. ومن سنتين فاتوا. يعني ملهاش أي لازمة إن هما يطلبوني. إلا بقى إذا كانت سيرتي جت في التحقيقات. طبيعي. طبيعي؟ طبعًا. اسمك يا ابني وسنك وحالتك الاجتماعيه. قال لهم مطلق. مين طليقتك؟ فلانه الفلانيه. ادي الحكايه. مش ادي الحكايه. كوم يا حبيبي، الناس دي بتاكل على قفانا عيش. ده اللي انا عايزه افهمه لك. ايوه، ما تبصليش كده. استدعى زي ده لما يجيلي. صحافه تكتب وبرامج تذيع وعلاقه زوجتك كومي بالكنيسه ويومين ويدخل الموضوع عليك، وده اكيد. ورغي بقى يمين وشمال ملهوش لازم. وبعدين انت عارف كويس قوي ده ممكن يعمل ايه. العيار اللي ما يسيبش. قصدك يعني طبعا ملهاش اي 30 لازمه ان هم يستدعون. بس الظاهر بقى ان في حد قاصد يزقنا فيها ويشوشر علينا وخلاص. طيب سيبيلي الموضوع ده، انا هتصرف. يعني انا عامل معاك واجب في اول مقابله لينا ومش عايز اتقل العيار، تقوم تسوق الاستعباط عليا كده؟ اقسم بالله يا باشا اللي انت بتقولي عليهم دول ما اعرفهمش ولا عمري قابلتهم في حياتي. ماشي، ما تعرفهمش. تعرف مين بقى؟ ما اعرفش حد يا باشا. يعني ايه ما تعرفش حد؟ مقطوع من شجره بروح امك؟ مين التنظيم اللي معاك يالا؟ انا ماليش دعوه باي تنظيم يا باشا. قولي بقى، تعرف واحد اسمه جمال الجبالي؟ لا يا باشا ما اعرفوش. بس هو يعرفك وبيقول انك شريكه، صح ولا يا باشا؟
اللي بتعمله ده مفيش منه فايدة. لا ده لازم يكون له فايدة. أنا رايح الترقية الجاية شرطة السياحة، كنت عارف السياحة؟ أوتيلات وشرب ونسوان حلوة، بس عشان أروح لازم أقفل القضية دي الأول، وأنت مجبر تساعدني. ماشي، وأنا أساعدك وأعلمك أول درس، ما تعرفش اللي بتحقق معاه مكان ترقيتك هتكون فين، عشان بعد ما يخرج مننا هيجيبك مكان مطروح. أنت بتهددني يالا؟ خالص، ده أنا بنصحك. شكلها حصلت معاك. وأنا غبي ولا إيه؟ علقوا الكلب ده! أنا قريت ملفك كله. خسارة، مكتوب عنك كلام كويس. كان ممكن نبقى أصحاب في يوم من الأيام. بس ما ينفعش إن باشا زيي يعرف مجرم زيك. لأنك تعر أي حد يعرفك. هي بالمناسبة مراتك كانت تعرف سعد الكومي قبل ما تطلقوا ولا بعدها؟ تمام يا عماد. ولو ان تفريغ الارقام ده كان لازم يبقى موجود في ايدينا من تاني يوم. انا عملت كده فعلا يا فندم، بس الاجراءات الروتينيه في شركات الاتصالات هي اللي اخرتنا قبل ما جبنا بيانات كل رقم تم الاتصال بيه. عيب يا عمده لما تبقى وكيل نيابه امن دوله وتقول اجراءات اخرتنا، امال غيرنا يقولوا ايه؟ يقولوا حصل خير يا زنبي. ماشي، بص بقى، عايزك تراجع لي الاسماء دي بنفسك وتعمل لي حصر بمحل اقامتهم. وجهز طلبات استدعاء. لا، اعرضهم عليا الاول. حاضر يا فندم. الو، مساء الخير. زينبي نصار. مع سعادتك سعد الكومي عضو مجلس الشعب. اهلا بسعادتك يا باشا. الحقيقه يا فندم انا بكلم حضرتك عشان ابارك لك وهني نفسي في نفس الوقت. تبارك لي على ايه يا كومي بيه؟ اصل السكرتارية عندي كانوا بيوروني اسماء ملاك الشاليهات الجديده في منتجع سيدي كارير، ولقيت اسم سعادتك معانا يا باشا، فقلت يا زين ما اخترت المكان فعلا لصفوه الصفوه يا باشا. عشان كده بتبارك لي. طب يا سيدي الله يبارك فيك. ولو ان ده بقى هيكلفك مكالمه تانيه لصاحب الشاليه الحقيقي، لانه مش انا. مش سعادتك؟ ازاي يا باشا؟ حضرتك عايز مكالمتي دي تبع الفاضي ولا ايه؟ سعادتك معانا باشا والعقد بيجهز كمان. متشكر يا كومي بيه. لما احب اشتري هبقى اتصل بشركتك. العقد بيجهز يا باشا وهيروح لسعادتك، والماديات دي طبعا بعدين خالص. انا بس كان ليا طلب صغير عند سعادتك. المدام عندي في ريال مصير كان جالها استدعاء كده من النيابه. انا عارف طبعا ومقدر ظروف القضيه انها صعبه قوي، كان الله في العون يا باشا. بس زي ما تقول سعادتك كده هي في بدايه حمله، عقبال عندك بقى. والدكتور محرج علينا قوي في الحركه والانفعالات بحساب قوي قوي، فلو امكن يعني ناجل حكايه الاستدعاء دي لوقت تاني. والله لو المدام زي ما بتقول كده انا مستعد اجيلها بنفسي، ما عنديش اي مشكله، لكن مش مستعد ان اخر سير العداله وتحديد مصير بني ادم تحت اي ظرف من الظروف. يا باشا دي كانت طليقته والحكايه دي من زمان قوي، وبعدين موضوع زي ده ممكن يسبب لي انا شوشره ومشاكل في شغلي، الحكايه يعني مش مستدعيه. طب مش كنت تيجي معايا دغري كده من الاول بدل اللف والدوران؟ تقول لي انها مش عايزه تحضر. اسمع، مش زي النصار اللي تفكر او اي حد غيرك انه يساومه باي شكل. الشهده تحضر زي ما امرت وفي الميعاد اللي انا احدده، ولا يفرق معايا هي مين او تبع مين. القانون اعلى من اي راس في البلد، وبحذرك يا كومي بيه، اوعى تكرر مكالمتك دي تاني. انت غلطت غلطه كبيره، ولو اتكررت انا هعرف كويس اوقفك عند حدك. قفل في وش السك. خلاص يا كومي بيه، ما تقلقش نفسك، سيبني بقى انا هتصرف. انا درست ملف القضيه كويس. انت غالبا كلامك صح، الموضوع ده فعلا مش هيخرج بره امن الدوله والنظام. انا خلاص بقتش عارفه اميز بين الحاجات، مش عارفه اذا كان محبوس ولا مخطوف ولا مستخبى، بس اي سكه بتبان قدامي بمشي فيها وخلاص، لانها ممكن توصلني الرضا. يا استاذ اشرف، انا من ساعه اللي حصل ده بجد ما فيش حاجه في الدنيا ما عملتهاش. برامج، صحافه، رحت الداخليه والخارجيه ومنظمات حقوق الانسان، لدرجه ان في واحد كلمني وقال لي ان اخوكي موجود في مستشفى الامراض النفسيه. رحت اكتشفت طبعا ان هم بيلعبوا باعصابي، بس لما لقيت الوقت بيعدي وان ما عملتش اي حاجه حقيقيه توصلني الرضا قلت اجي لحضرتك. تاني حضرتك
انا عايزك تهدي. من فضلك اهدي وان شاء الله كل حاجه هتتحل. انا مش ممكن اهدى واطمن الا لما رضا يرجع. ايه يا حبيبي مش هتتعشى؟ معلش حصل ملف العدد الاسبوعي واتورطت فيه، اعمل ايه بقى؟ انت قدها وقدود. ربنا يخليك ليا، انا مش عارف لما اجوزك مين اللي هيقعد يدلعني كده يقول لي تتعشى ايه وتاكل ايه وكده. انا اصلا مش هتجوز قبلك، انا لازم اجوزك واختار لك العروسه كمان. لا انت عايز تقعدي جنبي طول عمرك ولا ايه؟ لا انا لازم اجوزك، خلي بالك. رضا بجد انا عاوزاك تهتم بحياتك شويه. انا مالها حياتي؟ انا زي الفل اهو. محراب الصحافه والكتابه ده مش محتاج شريك. يا سلام. وبقول لك ايه، اوعى تقولي بقى اللي قبلك واللي بعدك وزمايلك عملوا وسووا والكلام ده، انا ما بحبش كده، انت عارفه دماغي. انا بقى كل اللي عايزه ان اطمن عليكي واعرف حياتك ماشيه ازاي. ايه؟ مفيش حاجه كده ولا كده؟ مفيش. كنت بتكدب عليا يا بت؟ حياتك عندي ابدا، انا اعرف اكدب عليك؟ ربنا يقدرني واعرف اعوضك عن بابا وماما. عارفه يا رو؟ نفسي اجوزك، نفسي اشوفك في البيت كده ومستقره، وعندك شويه عيال صغيرين اعرف العب بيهم. زي ما يكون كان خايف من حاجه. كان بيقول ده هو حاسس انه مش هيلحق يشوفه. يعني انا اسفه اذا كنت بضايقك بكلامي. اسفه ده ايه؟ اوعي تقولي كده. اصلي من الصبح عمال ارغي واتكلم فمعلش بقى. ده على اساس ان انا سواق تاكسي يعني قاعده بتفضفضي معاك؟ انت ناسي ان انا محامي بتاعك ولا ايه؟ ميرسي بجد يا اشرف. طب قولي لي بقى، رضا اخوكي ما قالكيش انه متعرض لاي مكالمات او تهديدات او اي حاجه من دي؟ معرفش، رضا كان بيبعدني عن شغله. الحاجه الوحيده بس اللي كان بيشركني فيها ان اقرا المقال بتاعه قبل ما يبعته علشان ياخد رايي. بس حتى ده مش كل وقت كان بيعمله، لما كان يبقى كاتب حاجه بطريقه حاده وخايف ان اقول له ما تبعتوش. وكان بيبعته؟ طب شوفي بقى، انا عارفه قضيه ضد مدير ده، وعارف طبعا ده هيحصل، هيتم ادانته او في احسن الاحوال يعني التقاؤه سرجانه عن البحث. طب هينفذوا الحكم؟ لا طبعا، وده ما يقلقناش خالص على فكره. وزير الداخليه نفسه عليه يجي مليون حكم وكله بيتشال في الدرج. طب واخرتها بقى؟ هي دي بلدنا يا روح. هنعمل ايه يعني؟ ادينا بنحاول نستفيد من الضغط الاعلامي، يعني انا مثلا فكرت ان احنا نرفع قضيه ضد نقابه الصحفيين. ليه؟ انت مش رضا اخوكي مقيد في النقابه؟ يبقى واجب على النقابه حمايته. يعني هو ده اللي بفكر فيه دلوقتي، المهم انا مش عايزك تقلقي خالص، كل حاجه هتبقى تمام. يا فندم المشكلة كانت ممكن تتحل لو كانت وقفت عند القبض عليه، لكن الأسلوب اللي اتبعناه مع جمال هو اللي وصله للحالة دي. أنت مش بلغته إن إحنا هنتصرف وخلاص؟ طبعًا بلغته، بس المسألة بالنسبة له ما بقتش قرصة ودن. جمال حس إنه اتغدر بيه. للمرة التانية بسألك يا علي، في إيه تحت إيد جمال؟ ما قاليش ولا عمره هيقول لي. كده بقى ما بقاش بيثق فيك أنت كمان. بصراحة يا فندم أنا لو مكانه هشك في نفسي. هو هيترحل إمتى؟ النهاردة أول عرض على نيابة أمن الدولة. عايزك تعرف لي مين اللي بيحقق معاه. رئيس نيابة اسمه زين نصار. مش سهل، أنا لسه جاي من عنده دلوقتي. على مين سعادتك؟ ولا طلع مني بحاجة، تلميذك. يا ريت يا أخي النباهة دي كانت في شغلنا كمان. الموضوع ده لازم يتلم بسرعة، وجمال لازم يخرج براحة. ايوه بس ما تقلقش، مش هكلفك انت بالموضوع ده، في واحد تاني انا عارف هو مين. كل ما في الامر ان انا يعني كنت بفكر بصوت عالي. جيمي معرفتك يا شاهد. صباح الفل يا امين، المحامي بتاعه يا عم. ماشي يا باشا. الحمد لله الحمد لله يا اشرف.
تلاش علي انا كويس. انا جاي لك فطار. ايه الجو ده؟ ابويا دخل عليا فجأة ولا ايه؟ ما دام بتهزر يبقى طمنت عليك. انا مش عايز اكل، انا اشرب شوية شاي بس. ماشي. النبي يا برنس يا باشا. واحد شاي وصاوي. اخبارك ايه؟ ما تقلقش. سيدنا السر رئيس النيابة اللي هتخش له ده النهار غيتت. مش سهل. هيلف ويدور عليك بالسؤال بمليون طريقة وبمليون شكل. احنا زي ما اتفقنا. كلامنا زي ما هو. ابويا فين يا اشرف؟ يا جمال ما رضيتش اقول له بقى. انت عارف ابوك تعبان من القصه دي اصلا و... هاته معاك المره الجايه، انا لازم اشوفه. حاضر. ماشي. جبت لي معاك سجاير؟ اه. امسك. الدنيا بره فيها ايه؟ ما اخبيش عليك. الدنيا بره مقلوبه. الصحافه والجرايد وراهم سيره غيرك. والناس بتقول ايه؟ يفرق معاك؟ يفرق معايا سليم. ابوك مفهمنك بره مصر. لحد ما الناس ببراءتك وتخرج ان شاء الله. بتشوفني؟ بشوفه. وبلعب معاه بلاي ستيشن وبيكسبني بديك طلع لابوه. وحشتني باللذين. شكرا. بقول لك ايه يا جيمي؟ انت تعرف البنت المذيعه اللي اسمها ليلى محجوب دي؟ مالها؟ مالها ايه؟ ده من ساعه اللي حصل وهي مهيجه عليك الدنيا بشكل غير طبيعي. وجايبه صور وتفاصيل وحاجات مش عارف جايبها منين. الموضوع زي ما يكون طار بقيت بينك وبينها. انا فكرت اروح لها واسالها انت بتعملي كده ليه؟ ومصلحة مين ده كله؟ وتعرفي جمال منين اصلا؟ وايه اللي بينك وبين جمال يخليكي تعملي عليه الحاجات دي كلها؟ انا مش فاهم يعني. طول عمري شاطره في الصحافه من اول ما بدات. التحقيقات اللي كانوا زمايلي ما يعرفوش يلموا حواليها مصادر او يجيبوا منها معلومات كان الاستاذ داود رئيس التحرير يديها لي. كنت اخد الموضوع كانه شخصي وكانه طار بقيت بيني وبينه لغايه ما اجيب اخره. لا انت مش سهل، انا خاف منك بعد كده. تخاف مني انا؟ اوعى تقول كده تاني هزعل منك. طب انت مش خايفه اطلع وحش؟ لا يمكن. احساسي لا يمكن يخدعني. وحتى لو طلعت كده هفتكر لك ايامنا الحلوه بس. يا وحش. جيمي. جيمي. ايه يا ابني رحت فين؟ سيبها يا اشرف. خليها تعمل شغلها. هو انت تعرفها بجد؟ يلا بقى والنبي يا استاذ رئيس النيابه طالع ومش عايزين مشاكل. ماشي ماشي حاضر. يلا ربنا معاك. ما قولك فيما ثبت بمحضر الضبط بارتكابك لحادث تكبير الكنيسة؟ ما حصلش. وما قولك فيما هو منسوب إليك باشتراكك مع عدة عناصر لارتكاب حادث التكبير؟ أنا ماليش علاقة بالموضوع ده. وكاميرات مراقبة الكنيسة من الداخل والخارج اللي بتثبت إنك كنت هناك، وشهادة الشهود اللي بتأكد نفس الكلام. وجودي هناك مش معناه إني ارتكبت الحادث. ايه اللي وداك هناك يا جماعة؟ مفيش حاجة تمنعنا نزور بيت من بيوت ربنا. أنت مسلم ولا مسيحي؟ ليه الأسئلة العنصرية دي بس يا باشا؟ جاوب على قد السؤال. مسلم. طالما مسلم ايه اللي وداك هناك؟ يعني بحس براحة نفسية. ويا ترى بتروح الجامع برضه ولا ما بتحسش بنفس الراحة النفسية؟ لا أكيد بحس بنفس الراحة، أنا بحب أزور كل بيوت ربنا. مسلم وظابط في أمن الدولة وفي كنيسة وقت تفجيرها، مش شايفة غريبة شوية؟ ظابط دي سابقا، لكن دلوقتي صاحب شركة سياحة وزيارة الكنيسة جزء من شغلي. شغلك اللي هو ايه؟ الكنيسة دي مش مزار سياحي، بستكشفها عشان الأفواج السياحية اللي جاية عن طريق شركتي من الخارج، وده سبب الزيارة مش أكتر. ويا ترى بتزور بإيديك فاضية ولا بتاخد معاك زيارة؟ لا مش فاهم السؤال. وبصماتك اللي موجوده على شنطه احتوت على قنبله ما انفجرتش؟ لا دي مش بصماتي. تصور التقرير اثبت انها بصماتك. المحامي بتاعي شكك في نزاهه التقرير ده. بتقارير منزهه عن اي شبهه تدليس. طب سعادتك تقدر تسال راعي الكنيسه والخادم. هم كمان بصماتهم كانت على نفس الشنطه. اللي بتتكلم عنهم دول يا جمال مسكوا الشنطه بطريق الصدفه. وانا كمان مسكتها بطريق الصدفه. وانا اتحدى ان الاهالي قال لي اركنها جنبك. اللي هو مين الحد ده؟ حد ما اعرفوش. شكله ايه الحد ده؟ لا مش فاكر، ما ركزتش في ملامحه قوي. هو اي حد يديك حاجه تاخدها منه على طول؟ بركنها له، مش باخدها منه. ايه
ايه علاقتك بالمتهم التاني سيد هلال؟ سيد مين يا فندم؟ سيد هلال. لا سيد هلال انا ما اعرفوش. ما قابلتوش قبل كده؟ ممكن اكون قابلته مره في امن الدوله. بس هو في التحقيق بيقول انه يعرفك من قبل كده. نتيجه ضرب وتعذيب. ضرب وتعذيب. طبعا وانت احسن واحد يكلمنا عن الموضوع ده. قول لي يا جمال، ايه سبب رفضك من جهاز الشرطه؟ قرار تعسفي. بس سيادتك تقدر ترجع لتقرير الوزاره وتتاكد بنفسك. اتاكدت فعلا وعرفت انه بسبب قسوه في التعامل اثناء التحقيق مع احد المتهمين واللي مات على ايديك. ما حصلش. تقرير طب الشرعي اثبت ان هبوط حاد في الدوره الدمويه. بس انت عارف التقارير دي كانت بتتكتب ازاي؟ تقرير الطب الشرعي منزعه عن اي شبهه تدليس. مش كده ولا ايه؟ ما قولك فيما هو منسوب اليك من حيازه زخائر واسلحه ناريه دون ترخيص؟ كلها مترخصه. كلها لحمايه الشخصيه. مش عايز اسئله كتير، هتعرف كل حاجه بعدين. خليك ورايا ما تسيبنيش. ها We'll be right back.
هو ده كل اللي حصل معايا، وكل اللي بيكتبوه عنه في الجرايد واللي انت بنفسك قلتيه مؤكد فيه حاجه غلط. عماد جد الله اللي انا اعرفه مش ممكن يكون زي ما بيقولوا كده. عماد جد الله؟ مقابلة السفير زودت الحيرة عندي. لما برجع افتكر ايامي مع احمد ولا جمال ولا عماد بكتشف ان مفيش حاجة في علاقتنا كانت واضحة. ظهوره في حياتي فجأة، اختفائه فجأة، اعرفه بس يطلع له كذا اسم. كنت بضحك على نفسي واوهم روحي، كنت فرحانة ومبسوطة مش مصدقة ان الدنيا ممكن تعوضني بسرعة كده. عارفه اللي مش عايزه تفكر عشان ما تعكننش على نفسها دي كانت انا. يا حبيبتي ده طبيعي، مفيش حد في الدنيا بيحب من قلبه ويلاقي اللي قدامه بدله نفس المشاعر وهيفكر عكس كده. والنبي بلاش حكايه بدله نفس المشاعر دي، بتفكرني بهبلي وقد ايه كنت عبيطه. انا مش عارفه انت ليه بتعملي في نفسك كده. لازم اعمل كده واكتر من كده، لاني لو ما رديتلوش اللي عمله فيه واديته الالم ألمين هحس نفسي ضعيفه طول عمري. يا ليلى اهدي واسمعي، انت كده واخده الموضوع شخصي بزياده وملخبطه كل حاجه على بعض. ما ينفعش حبيبتي تخلطي ما بين احمد الطوخي وشغلك. اهدي كده وفكري وشغلي عقلك. طب والنبي يا روبا قفلي على الموضوع، انا مش عايزه اتكلم فيه تاني. براحتك. انا شفتي مره عندي كوست السديس اسمه ابو العزم صح؟ اه مظبوط. كانت رتبته ايه ده؟ لواء. هو لسه في الخدمه لغايه دلوقتي. بس انت ايه اللي خلاكي تفتكريه؟ السفير سالم وهو بيحكي لي قال اسمه، ولما سالته عنه مرضيش يديني اجابه واضحه، بس انطباعي عنه ساعتها انه شخصيه مهمه وله علاقه باللي حصل مع احمد هناك. طب وانت ايه اللي خلاكي تربطي ما بين الاثنين؟ ما يمكن تشابه اسماء. انا فكرت في كده برضه، بس الاسم مميز وصعب يتكرر في نفس المجال الامني ونفس الرتبه مرتين. روبا انا عايزاكي تساعديني. اكيد اكيد يا حبيبتي، لما اروح هبعتهم لك. لا تمام تمام يا باشا، لا خلاص زي ما اتفقنا. مع الف سلامة. مع الف سلامة يا باشا. أشرف أنت عايش أهو، ما بتردش عليا ليه؟ كلمتك 100 مرة. ادخل. مش هطول عليك، شكلك خارج. لا أبدا، أنا كنت هندع على البواب يجروق الدنيا بس. ادخل ادخل. ايه ده ايه ده؟ يا نهار اسود، ده ايه ده؟ حصل امتى ده كله؟ من يومين. كانوا بيدوروا على اي اوراق تخص جمال. اي اوراق تخص جمال؟ هو جمال مش يخصنا برضه يا علي؟ ما بندورش عليه ليه؟ اشرف ارجوك، انا لا فيا مكفيني، اديك شايف مش كل حد حمل لي مسؤوليه جمال. جمال مش عيل صغير وعارف يعمل ايه اكتر مني ومنك. ده واضح ان مش انا لوحدي اللي بفكر كده، ده واضح ان انت واخد صف تاني خالص. صف تاني ايه؟ انت فاكرني مصدق انه جمال عمال يفجر ويموت والهبل ده؟ ويعمل ده ليه اصلا؟ ما تقصد ايه يعني ان جمال عارف هو بيعمل ايه كويس؟ اقصد انه ما حاولش يهرب مثلا، ما بيتكلمش، ما بيدافعش عن نفسه بقوه. اديك انت المحامي وصاحبه اتكلم معاك صرحك، ولا انا رحت له مره واتنين وسالته ولا طلعت منه بحاجه. وهنفضل كده لحد امتى؟ هنفضل متوعينه في سكوته لحد امتى يا علي؟ لحد ما يتحكم عليه ويلبس البدله الحمراء ويجي يقول لنا تعالوا خدوا جثته؟ اعوذ بالله ما تقولش كده. ده اللي هيحصل له فعلا. اشرف جمال متورط، ده اللي انا متاكد منه. وانا بقى متاكد من البت اللي اسمها تولين دي ورا كل اللي بيحصل لجمال. انت قابلتها؟ لا ما لحقتش. خساره، اللي عرفت انها سافرت خلاص. سافرت؟ بس لو وقفت عليها براءة جمال هسافر لها واجيبها في شوال لحد هنا. استغفر الله العظيم. يبقى احنا كده ما قدمناش غير الصول اللي كان موجود في الكنيسه ساعه الحادثه، اسمه خميس، بيقول لك فاكر كل حاجه واكيد عنده اي حاجه يقولها لنا. علي هاني يا اشرف، بص أنا عارف إن أنا وأنت من صحاب قريبين أوي من بعض، اللي بيربطنا جمال. أرجوك أرجوك خلي بالك منه، مش محتاج أوصيك. وأنت كمان يا علي مش محتاج أوصيك، جمال ملوش غيرنا. مدام فريال، أنت قلت إن فترة جوازك قدامت حوالي 4 سنين؟ مظبوط. حصل إمتى رفض جمال الجبالي من الخدمة؟ صعب إن أنا أفتكر صراحة. طب خلال الفترة دي كان له أي دخل خاص من أي مجال؟ مجرد المعاش.
ليه ما حاولش يبقى له دخل خاص؟ عمره ما فكر يعمل بيزنس بتاعه، رغم ان زمايله كلهم كانوا بيعملوا كده، سواء اللي جوه الخدمه او بره الخدمه. عرضت عليه؟ كنت دايما بقول له ليه ما تفكرش تعمل حاجه بتاعتك، افرض سبت الشغل جرى لك حاجه. كان بيرد بعدم اهتمام ويغير الموضوع. تفتكري ده لان المال ما كانش بيمثل له اي اغراء ولا عدم تحمل مسؤوليه؟ مفيش حد ما يتمناش انه يبقى معاه فلوس. تقدر تقول عدم تحمل مسؤوليه، فشل، عدم طموح. انت بتفسري بايه انه غير موقفه بعد كده وبقى ليه مشروع خاص؟ لان علي زميله هو اللي لح عليه، لولا كده جمال كان استحاله يعمل حاجه. بس يعني ملف خدمته بيقول ان كان بياخد تدريبات وفرق بشكل مستمر ومتطور جدا. عمري ما حسيت ده معاه. جمال من النوع اللي ممكن يعمل اي حاجه عشان الفلوس؟ اظن لا. تمام؟ سؤال اخير يا مدام كريال، كان ايه رد فعلك لما عرفت ان جمال اترفد بسبب استخدامه العنف المفرط مع احد المتهمين اثناء استجوابه؟ ما استغربتش. مارس ده معاكي؟ مدام فريال، ده كان السبب الرئيسي اللي خلاني انا وجمال نسيب بعض، لاني لو كنت كملت معاه اكتر من كده كنت هبقى بعين نفسي. عند حضرتك اي اسئله تانيه ولا ممكن اروح؟ منيح اللي رديت، لانه لو ما رديت هالمره كنت رح تلاقيني قدامك بالقاهره. وين تولين؟ موجودة. الشباب تبعي عم يقولوا إن اختفت بعد ما طلعت من ميامي. أنا ماليش دعوة برجالتك يا مهدي. أنت طلبت مني طلب ورجالتي هم اللي نفذوه. أنا كنت بعت لي إياها. الليلة لازم تكون عندك. ما ينفعش تخرج من المطار بالسرعة دي. اسمها موجود على قوائم الممنوعين من السفر. عموما إديني فرصة. بس أنت سيدي عارفين إنه شغلنا ما في غير فرصة واحدة. وبس. صباح الخير يا فندم. كويس انك جيت يا علي، كنت لسه هطلبك. اقعد. خير يا فندم. هيجي منين الخير؟ اسمع، انا عايزك تجهز مرات المهدي وبنفسك تخرجها باسرع ما يمكن، ويا ريت لو لحقت النهارده قبل بكره. سعادتك انا سفرتها من امبارح. نعم؟ انت ازاي تعمل كده من غير ما ترجع لي يا فندم؟ ما احنا متفقين ان ده طلب جمال، والا كان ايه؟ كان لازم تقول لي قبل ما تنفذ. هو في ايه يا فندم؟ فهمني. افهمك ايه ولا ايه؟ انت ما بتفهمش حاجه خالص. علي اطلع بره. بره يا علي. كل منك يا جمال. الحمد لله، اللهم انت سلام ومنك السلام. الحمد لله، من كتر الضرب حسيت ان انا نسيت الكلام. نسيت انا هنا ليه وبيعملوا فينا كده ليه. حسيت في اللحظه ان احنا مش بني ادمين. ازاي البني ادم اللي ربنا كرمه يعملوا فيه كده الكفره الظلمه؟ بيهتا ايه ده، ما تتكلمش كتير، كلامها يتعبك اكتر ما يريحك. هي فين الراحه دي؟ ده احنا في كابوس. كابوس ايه الجديد يعني؟ طول ما في ضابط اكيد في متهم، زي ما في حد بيتضرب اكيد في حد بيضرب. هي اللعبه كده، انت حظك جه متهم وبيتضرب. مش لما اكون ده باختيارك وبمزاجك. مفيش حد بياخد حاجه غصب عنه، كله باختيارك. اهو كلام. لا مش كلام، اديني قدامك اهو. مره اخترت اكون ظابط ومره اخترت اكون هنا. هو انت مين بالظبط يا اخ؟ انا جمال الجبال يا سيدي. جمال؟ على فكره اخ جمال، انا ما قلتش حاجه عنك صدقني. يمكن بس لما كانوا
بيضربوني ويغم عليا اكون قلت حاجه كده ولا كده مش فاكر مش فاكر يا سيدي ايه ده سامحني اخ سامحني ولا يهمك حتى لو قلت حاجه مش تفرق وانا مسامحك يا سيدي عارف يا اخ جمال انا مبسوط وانا هنا معاك وانا في الزنزانه بتاعتي كان في صوت ميه بينقط طول الوقت الصوت ده ما بطلش من ساعه ما اتحطيت في الزنزانه لدرجه اني حسيت انه هيخرج من دماغي الحمد لله والشكر لله الحمد لله انا حاسس ان انا هموت ايوه حاسس ان انا هموت صدقني اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله هموت يا اخ جمال صدقني هموت عارف ليه عشان جابوني معاك في الزنزانه هنا عشان لما اموت يلاقوا حد ينده عليا مش هتموت مش هتموت اللي يخليك تستحمل كل ده يخليك تكمل لحد امتى بس معرفش بس لازم تستحمل افتكر اي حاجه تستحق ان انت تعيش عشانها افتكر حد بيحبك بس بدك ترجع له ما تستسلمش اعتبر ان كل ضربه بتقويك وكل ساعه ظلم بتموت ما تقبلهاش في حد بيرضى الظلم بمزاجه يا اخي جمال لا طبعا بس في حد بيختار يفضل جواه وحد بيخرج منه الا قول لي يا اخي جمال هو انت عندك اولاد مش كده ازاي يعني ايه اللي بتقوليه ده اكيد لا يا جمال يا جمال يا ابني انت فين استني ثانيه واحده ايوه يا حاج معايا تليفون ثواني تليفون ايه تعالى يا ابني خلصتي حاضر جاي طب اقفل لي ثانيه واحده هكلمك ايه ده يا حاج انت اتخطفت ولا ايه ما تفكوش يا شبي كده الخطه هتبوظ الخطه اسمها الخطه يالا خطه ايه وخطه ايه فك والله انا اللي هبوظ جدتكم الضرب مش اتفقنا يا جدو ان احنا نخلص الجيم جيم انا اللي هوريك الجيم اللي على اصلا اجري سليم استنى يا شبي استنى اجري سليم تعال اجري تعال هديت روحي يا ولد الكلب بقى جاي ما تربطش جده تاني انت فاهم؟ اه فهموا ان انا معاكم في العصابه ها مش كده؟ حاضر بص بقى انا وانت وجده ايد واحده انا ما حدش فينا يربط التاني ولو حد فينا لقى حد مربوط يفكه ويساعده انت فاهم؟ فاهم بس ده كان جيم يبقى نربطه كده وكده ماشي الواد يا اخويا ايده عافيه بسم الله ما شاء الله طالع لابوه هذا الشبل يا حاج ربنا ابني يفرحك بيه ويسعد ايامكم الجايه ان شاء الله تعرف ان ابني اسمه جمال على اسمك هو عنده 3 شهور دلوقتي ربنا كرمني بيه بعد عذاب سنين كنت قربت افقد الامل اني بقى لي ذريه على وجه الله هما بيضربوني اتمنيت ما اكونش ابني جه على وش الارض عشان ما اشوفش العذاب والذل اللي ابوه شافه في الدنيا صلى على النبي ربنا يخليهولك بكره يكبر وتشوفه زي الفل اقول لك على حاجه انت عارف ان الواد سليم وحشني قوي حته واد زي القمر لما نخرج من هنا اخليك تشوفه هتحبه قوي قوي بص انا راسم له هنا صوره على الحيطه بص عامل ازاي عارف لما هتشوفه هتتمنى ان ابنك يطلع شبهه بالظبط وحشني من اللذينه هلال تصاعد أنفاسي هلال إليك عتاب لا إله إلا الله وكل إشاراتي إليك خطاب
الهاشمية قولوا آمنا بالله واليوم. جمال من يوم ما عرفته عن طريق علي وهو غامض، وده كان بيضايق قوي اللي كان متجوزها دي. عمرها ما فهمت ان غموضه ده احلى حاجه فيه. الست ما تحبش الراجل يبقى عامل زي الكتاب المفتوح، عكس الراجل يحب يبقى شايف كل حاجه في الست. انما الست ما تحبش تعرف خبايا الراجل واسراره. بحب كل يوم كده تكتشف حاجة جديدة فيه، تشوفه كل يوم بشكل مختلف كأنها بتتعرف عليه لأول مرة، زي جمال كده. ما حدش قالك انك عايز تتعالجي؟ لا بس قالوا لي انك ما بتفهمش. طب ده حلو، ده حلو قوي عشان تشوفني مختلف كل شوية. بس انا عارفك بتزهقي بسرعة. لا يا حبيبي أنا عارفة كده عنك من زمان. طب خدي. مش عايز. الله مالك فيكي إيه؟ هتعمل إيه لجمال يا أشرف؟ جمال مين؟ الغامض ولا المكشوف؟ والله أنا غلطانة، أنا جاي أتكلم مع واحد حيوان زيي. تعالي بس تعالي. اقعدي بس، مالك فيكي إيه؟ جمال هيبقى زي الفل. أنا ماسك قضيته. وبعدين ما تمثليش. مفيش حد فيكم كلكم قلبه على جمال قدي. مالك بجد فيك ايه؟ كل مرة باجي لك هنا ببقى فاكرة اني جاي لواحد بني ادم هيفهم. بتلاقي حمار مش كده؟ وانا مش عايز ابين لك ان انا فاهم كل حاجة، لا تقلقي. فاهم ايه بقى ان شاء الله؟ فاهم انك بتحبي جمال. وعلي ده بالنسبة لك زي الجزمة والشنطة والعربية، الحاجات اللي بتجيبيها وتزهقي منها بسرعة. انت بتقارن جمال بعلي؟ خالص. أنا بقول لك اللي جواكي. أنا ماشية. ماشية فين بس استني؟ ما صدقت إن أنت جيتي. وبعدين خلاص يا ستي، مش هقارن جمال بحالي. امشي يا علي، امشي. علي وحش. علي كخ. خلاص بقى. في إيه؟ أوعى. يا بت خلاص، في إيه وغلط؟ أوعى بقى. يا بت خلاص. لا أوعى. أنا لو أعرف الحكاية كده كنت خلصت وقتي ورجعتها بلدها. ملحوقة يا بوب. بس ايه اللي وقع جمال باشا وقع زي كده؟ مش مقامه. الحكايه دي فيها عين ومتزقه. يعني ايه؟ يعني حد قايل عليه وموقعه فيها، ما تجيش الا كده. عيبان. اهم حاجه زي ما فهمتك، البيت تخرج باسرع وقت لحد ما ده يحصل. تخفيها عن عيون الجن. البسها طاقية الاخفة. ولو اني يعني كنت اتربطت من لساني معاها. في ايه؟ طلبت تطل على جمال باشا وانا قلت لها انه امان يعني. امان؟ امان ايه يا بوبو؟ هو انا جايب لك خواجايه بقول لك تفسحها؟ البنت دي لو اتشم خبر انها لسه في مصر هتتنفخ وانت قبل منها. تتنفخ؟ اتصلي على النبي علي بيه. اعتبرها في حجر امها خلاص. البنت دي حكايتها مشبكه. 100 عين بتدور عليها. أبو العزم من ناحية وجوزها من ناحية، وأنا مدي جمال كلمة وموصيني أنت اللي تخلص. أمان يا باشا، سافرت خلاص. ماشي، أول ما تجهز قول لي. ماشي بالإذن. اسمع، مش هنتقابل تاني ها؟ تليفونات بس بالطريقة اللي أنت عارفها. تمام يا علي بيه. كده يا باشا، ايه لازمته السسبنس ده؟ علي كان عايز منك يا بوبو. انت مش زملاء عدم المؤاخذه؟ اساله يا باشا. كان عايزك عشان تولين، مش كده؟ تولين مين؟ وبعدين بقى في ليلتك دي تولين اللي انت مخبيها يا بوبو،
وكان عايزك تصفرها له وهي لابسه طاقيه الاخفه، صح؟ الله 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 الله، احنا متشلحين بقى يا باشا. طب انا شربت شاي ولا قهوه؟ القهوه دي هشربها على روحك يا روح امك لو فضلت مكمل في الحوار ده. يا باشا اهدى كده وقول لي طلباتك، رسيني على الحوار. انسى المشوار ده يا بوبو، عشان لو تم هيزعلك وهيزعل الناس منك. قول يا بوبو، نفسك تبقى مع الكبار ولا انت ويك تحت الارض؟ سألك وحش قوي يا باشا. مع الكبار طبعا. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، يمكن اروح المحطة ويمكن اكسر محطة؟ انا صحيح قولي لي، البنت الليلة دي انظمها وانت مالك بيها؟ اسحب ذوقك زبالة يا شيخ. زي ما بقولك من ورا قلبك. بابا انا اسفه يا اشرف، لان جاي لك في وقت زي ده ومن غير ميعاد. لا لا خالص خالص. طب اتفضلي. واضح انك مش قابل. لا خالص، دي زبونه عندي في المكتب، في مشكله كده. في حاجه انت؟ لا لا خالص، بعدين هبقى اجي لك في وقت تاني. عن اذنك. ربا ربا، مش بقول لك ذوقك زباله؟ ايوه. ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتخاذ شركة السياحة المملوكة ليك بالشراكة مع الغير كستار للتردد على عدة دول وعقد صفقات سلاح؟ الشركة مش ستارة لأي حاجة، كلها كانت سفريات شغل، كنا بنتفق على تسويق برامج سياحية، أما تجارة السلاح أنا ماليش علاقة بيها. لكن البيان الوارد من غرفة السياحة بيقول إن الشركة ما كانش ليها أي نشاط من وقت تشغيلها، لا بالتسفير خارج البلاد ولا بإحضار أفواج سياحية للبلاد. والله ده طبيعي، احنا لسه في بداية النشاط، وأي شركة جديدة أكيد ما بيجي لهاش شغل على طول. وما قولك فيما هو منسوب إليك من تلقيك معلومات ضرورية بالتنفيذ وتفجير الكنيسة قبل الحادث بساعات؟ أنا مش عارف سعادتك بيجيب الكلام ده منين. من مكالمة الصوت اللي اتسجلت لك وأنت بيتم تكليفك بالموضوع. مكالمة صوت؟ أنهي مكالمة صوت؟ اللي اتقالك فيها احنا من امتى بنناقش شغلنا في التليفونات؟ هسمعها لك. من امتى احنا بنوضح او بنتناقش في المكالمات؟ انا بكلمك المكالمة دي استثنائي لان عارف انت ايه، وعارف كويس انك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر وانت عارف نهايته كويس. مفهوم؟ مفهوم سعادتك؟ افتكرت ولا هتقول لي دي متفبركة؟ لا خالص افتكرت، وده صوتي فعلا، وفاكر كل كلمة اتقالت فيه كمان. بس سعادتك ممكن نسمعها تاني، هتلاقي ان هي مالهاش أي علاقة بالحادثة. بتهيألي كانت في مشكلة في الشركة. غير لو سعادتك عايز تفهمها كده. بذمتك هتسمح لحد إنه يوجه لك أوامر بالأسلوب الحاد ده بخصوص الشركة اللي أنت مالكها؟ هنعمل إيه بقى في العشرة؟ راجل كبير قد والدي وخيره غرقني طول عمره. مين الراجل ده؟ نبيل بتنوني. مين؟ اسمه نبيل بتنوني، عايش بين مصر وإيطاليا. قول سعادتك يا باشا، لو حد عايز ينفذ عملية زي دي أكيد عنده مليون طريقة، مستحيل تكون مكالمة تليفون واحدة منهم، مش كده ولا إيه؟ أنا كده بتحصر يا أشرف وبتفرج على نفسي. إيه ده يا جمال؟ أهدى إيه؟ إيه مكالمة الصوت دي كمان؟ وسألك عنها؟ سألني عنها؟ وأنت تعرف وما قلتليش؟ أنا ما رضيتش أضايقك بقى يا جمال، وبعدين مش حقه يتكلم فيها أصلاً. مسربة. أيوة جت منين؟ زهقت امبارح في برنامج ليلى برضه. ها؟ وفي غيرها؟ انا كل ما عديت طولت هنا كل ما يحكموا قبضتهم عليا. بتفكر في ايه؟ اديني تليفونك. الرقم ده بتاع واحد اسمه جبريل، احفظ اسمه كويس مش هسجله لك، كلمه وطمنه عليا وقول له لازم اشوفه هنا الزياره الجايه. ايوه يعني ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل كتير قوي. منصور الكوخي ده معارض ليبي ضد القذافي، لاجئ سياسي هنا في مصر هو ومراته وبناته وجوازه، بس اللي انا سمعته ان هم سافروا لندن وهو عايش لوحده هنا في مصر. طب سكر، ده انت مذاكر اهو المنهج كله عندي. طب خد بقى اللي بره المنهج، ورقه اللجوء السياسي اللي كانت حاميه اترمت في الدرج، وبعد ما كان عايش معزز مكرم بقى مقبوض عليه، مطلوب ان هو يتسلم القذافي خلال 24 ساعه،
من الاخر كده نظامه اللي باعه هيبقى ثمنه من هناك. عادي مش جديده. المطلوب بقى مننا يا سيدي ان احنا الراجل ده نرجعه لاهله في لندن باسرع وقت، لا من شاف ولا من داري. عمليه زي دي ملهاش الا جبريل ستايل. وانا كنت مستني الكلمه دي. عارف لما كنت شفتها كنت اعرف انه راح من ايدينا. يا بوب مالك فين يعني؟ ببص الحركه زي دي كده وافكر يا ترى ممكن تحصل معايا في يوم من الايام. انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. انا وانت هو يا جمال اصحاب وحبايب وعشنا الموت سوا اكتر ما عشنا مع اهالينا، بس انت جمال الجبالي كنت ظابط قد الدنيا وظهرك لسه مسنود. انا فتحي بوب مسجل سيطره وفرض نفوذ. اه ظهري مسنود برضه ما قلناش حاجه، بس ممكن في اي وقت ظهري ده يتقطم واتسلم. مش كده يا صاحبي؟ كده فعلا. بص يا بوب، انا من ساعه ما عرفتك وانت جدع معايا عشان كده مش هضحك عليك. كل جواك ده ممكن يبقى صح ويحصل لك اكتر منه كمان. بدل ما يتقطم وسطك وتتسلم، تتمسح خالص، تدفن تحت الارض. وارد، ومش لوحدك على فكره، وارد يحصل لنا شخصيا. بس يا بوب اللي عايزك تتاكد منه حاجه واحده بس، ممكن اي حد في الدنيا يعملها معاك الا انا بوبو. ايوه يا جميل جبريل، اعمل بس اللي بقول لك عليه يا اشرف. ماشي. ازيك يا ليلى؟ عايز نندهلك بأني اسم؟ مش مهم الأسامي. صح. إذا كانت حياتي كلها ما كانتش مهمة بالنسبة لك. ليلى مش وقته الكلام ده دلوقتي. ولا في أي وقت تاني. صدقيني أنا بريء، ما عملتش كده. تفتكر إن ده يفرق معايا؟ على الأقل تكوني عرفتي الحقيقة. الحقيقة. اللي هو ده هنا ودلوقتي صح؟ أنا مستعد، ما عنديش مشاكل. لأني خلاص. ما عنديش حاجة تاني أخبيها عليك. خسارة. مش عليك أنت. خسارة عليا أنا. أنت ما بتعرفش بسبب الجرى لي إيه. وأنت ما بتعرفيش بسبب الجرى لي إيه. ما كانش ينفع تدخلي حياتي، بس غصب عني ما قدرتش أمنعك. يا ريتك منعتني. بلاش تاخديني بذنب اللي جنبنا زمان. بلاش تبقى أنت وأم عليا. أنا عارف أنت ممكن تفصلي وتسمعيني. وعارف أنت لو سمعتيني ممكن تصدقي كلامي. كنت فاكره اني اكتر واحده ساذجه في الدنيا، طلع في غيري. متصور اني هسمعه؟ لا وايه؟ هصدقه كمان. ليلى احنا ما نعرفش بعض عشان نسمع منك اي كلمه. انتهى. حضرتك تفتكر المكالمه دي متفبركه فعلا؟ ممكن. ليه لا؟ امال حضرتك ذكرتها في التحقيق ليه؟ انا مش هاخدها دليل ادانه يا عماد. كل الحكايه بهز اعصابه علشان لما نكمل بعد شوية أعرف أخد منه اللي أنا عايزه. صاحبة الكارت ده واقفة بره يا فندم. خليها تتفضل بسرعة. دلوقتي بقى هنعرف إن كانت متفبركة ولا لأ. روق بقى. ما تخليش أبوك يشوفك كده. أبويا. من زمان ما شربتش كوباية شاي صعيدي حلوة كده. أنت قلت لي أنت منين؟ من يا باشا؟ مركز ملوي. لا يا راجل، ده احنا بلديات على كده. أنا من هنا مركز دشنة. خط الصعيد كله أهله ونسايب. يشرفنا يا باشا. علشان كده بقى كنت عايز تسيب القاهرة بزحمتها وقرفها وترجع البلد. أنت
تعرفش سعادتك انا حفيت قد ايه عشان ده يحصل، لكن مفيش فايده برغم التاشيرات والتوصيات. لا خلاص اعتبره حصل يا خميس. هكلم لك حد يعمل لك طلب استثناء من مساعد الوزير واشر لك عليه. كمان علشان جلال ابنك لما يخش الشرطه السنه الجايه ما يجيش حد في كشف الايه ويرخم عليه. وانت عارف كل ما تبعد يبقى احسن. لو حصلت يا باشا سوي معاشي واخرج خالص. وتقطع عيشك بيدك برضه يا راجل، ده كلام. هو شغلك في ايه لا سمح الله؟ وسعادتك لو تعرف قد ايه نفسي جلال ابني ده يبقى ظابط. ده الامل اللي انا عايش عليه انا وامه واخواته. يا سلام لو الحلم ده اتحقق، ده حقي وحقيقي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى نصفنا في الدنيا دي. هيحصل باذن الله. بص يا خميس، انا قريت تحقيق النيابه معاك وعرفت انت قلت ايه. قلت ان جمال الجبالي ما خرجش قبل الانفجار، صح؟ صح يا باشا، صح يا باشا، قلت كده. وقلت كمان لا يمكن يكون هو الفاعل، لانه لو كان هو كان هينصف في الحادثه. في حد يزرع قنبله ويفضل قاعد جنبها يا باشا؟ بالظبط، صح. الراجل ده متخذ ظلمه يا باشا. انا عارف انه زميل سعادتك وتدور على براءته. انا فاكر لما شفتكم مره في الوزاره ومره في الكنيسه. لما انت ما شفتناش يا خميس، لا في الوزاره ولا في الكنيسه. ما شفتكوش، ما شفتكوش ازاي يا باشا؟ ده اللي حصل يا خميس. انت نظرك بقى على قدك، يا دوب شفت جمال وهو داخل يوميها حط شنطه القنبله وخرج بسرعه قبل الانفجار، صح ولا انا غلطان يا ابو الظابط؟ مدام ليلى، مفيش شك انك محاوره ذكيه ومذيعه متالقه، وانا احترمت ذكائك. يبقى لازم تقدري الموقف اللي احنا فيه وتتكلمي معايا بصراحه. وانا ما بحبش غير الصراحه. ما انا بسالك اهو، المكالمه دي مصدرها ايه؟ مش عايزه تقولي لي. انا جاوبت حضرتك، قلت لك مجهول بعتها لي. مجهول؟ تقومي كمحترفه تذيعيها كده على طول؟ طالما متأكدة من سلامتها زي ما أنا متأكدة إني قاعدة قدامك بالظبط. أنا رجل أدلة وقرائن، يعني علشان تأكيدك ده يوصل لي لازم أتأكد من المصدر الأول. هو في إيه؟ إحنا في تحقيق رسمي؟ أكيد لا. أنا لما اتصلت بيكي قلت لك مجرد دردشة. يبقى خلاص بلاش تمسك في النقطة دي. بص بقى، لو ما عرفتش اللي أنا عايزه في الدردشة هضطر أعرفه في التحقيق. وتحقيق كده من غير أسباب؟ إزاي؟ في أسباب طبعا. يكفي أقول لك إنك خبيتي دليل إدانة مهم عن النيابة وأزعتيه بدون إذن أو تصريح، يعني وما أحدثه ذلك من ضرر بالغ في إجراءات التحقيق وسير العدالة. شفت بقى ان مفيش اسهل من الاسباب لفتح التحقيق؟ طب انا هعمل معاك ديل كويس. ما بقبلش المساومات. مش تسمعوا الاول وبعدين تحكم؟ من بين الاسماء اللي اتصل بيهم المتهم اسم السفير باكت سالم. حتى دي وصلتك؟ شغلي. السفير باكت سالم الله يرحمه. الرحمة تجوز على الحي والميت. السفير سالم عايش، مستعد اخليك تقابله في بيته دردشة برضه زي دي، بس بشرط تسمح لي ازيع وانشر كل اللي وصلني، طبعا فيما لا يعوق اجراءات التحقيق وسير العدالة. قلت ايه؟ أنا طول عمري يا جمال كنت أقول لك لما يكون عندك حاجة عايز تقولها قولها من نفسك من غير ما أضغط عليك ولا أسألك، بس المرة دي يا ابني لأ، لازم أسألك عشان أطمن. أنت في حاجة مخبية عليا؟ ورحمة أمي أنا عمري ما خبيت عنك حاجة. لأ خبيت يا جمال، هفكرك. فاكر وأنت صغير لما أنا كنت مسافر وامك الله يرحمها توفت، كنت كل ما اتصل من بره عشان اسال عليها تهرب من الاجابه وما تردش؟ فاكر؟ فاكر. كنت ايامها انت لسه عيل صغير اعدادي. لا عيل ايه، كنت راجل.
يومين رحت دفنت بنفسي وخدت العزم. خلصت كل حاجه قلت لخلاني محدش يقول لك. قلتش اقول لك على اي حاجه عشان انت كنت مسافر. عشان ما تزعلش وما تعرفش هتعمل ايه. كنت كل ما اتصل بيك من بره بقول لك اديني امك عشان اكلمها. تهرب من الاجابه. مره اقول لك نايمه. ومره اقول لك عند الجيران. ومره اقول لك نزلت تجيب حاجه من تحت. مكنتش عايز ازعلك اكتر من كده عشان انت بره وسايبنا. بقيت محتار اعمل ايه؟ اضربك عشان خبيت عليا ولا افرح بيك لانك بقيت راجل وتحملت المسؤوليه لوحدك وما قلتليش؟ كل اللي بيجيلك عندي كده انا ما عملتش كده. صدقني انا مش عايزك تخاف. مصدقك يا ابني مصدقك بس انا كنت عايز اسمعها منك انت. عايزك تطمن. انا مطمن يا جمال. مطمن يا ابني. قبل انت ما تتولد ما كناش عارفين ربنا هيرزقنا بايه؟ ولد ولا بنت؟ وانا قاعد على القهوه مستني البشاره وجم قالوا لي ربنا رزقك بولد بدر منور في جمال. قلت اسميه ايه؟ بدر ولا جمال؟ ساعتها كان الراديو بيذيع غنوه يا جمال يا حبيب الملايين للرئيس جمال الله يرحمه. قلت بس هو ده اسميه جمال عشان يطلع زيه عتره وراجل وشاب ما يخونش. الحمد لله ربنا نصفني فيك وطلعت كده بحق وحقيقي. كان لازم اطلع كده عشان تربيتك عم رجالي. بس معلش هي الدنيا كده لما تحب ترزل علينا تدينا كتف. شفنا هنستحمل ولا نقول اي. لو استحملنا تزيد فيها ولو قلنا اي تدوس علينا وتفرمنا. ما قدمناش حل ان احنا نستحمل نشوف اخرتها معانا ايه. عشان مره الجايه احنا بندوس عليها ونفرمها. معاك حق يا ابني. صح. انا كده مطمن. مطمن عليك يا جمال. عشان لما اروح لامك اقول لها وانا رافع راسي ابنك بقى راجل. مش كده يا حاج. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا. طول اللي في عمرك يا ابني. معلش يا عم رجائي مش هينفع اثبت الناس اكتر من كده. خلي بالك من نفسك يا حاج. وعارف كويس انك هتسمع الكلام
مساعدتك. صوت جمال الجبالي واضح وهو يتلقى الأوامر ويوافق عليها. المكالمة واضحة وصريحة لدرجة. معلش يا جيمي كلنا لها بقى في حياتك. في حياتك الباقي مات زعلان عليك طبعا. حاجه تحصل اي اب يشوف ابنه في حالتك كده. يلا عاوز تريح من سيرتك. ايه عامل اعصابك جامده قوي؟ طيب لما اشوفك هتتحمل لامتى؟ كنت فاكر اني هريحك الليله عشان حكايه ابوك دي؟ انسى. اياكش ابوك وابنك وعيلتك الوسخه كلها تولع بجاز، انت بتاعي وانا مش هرحمك. أشرف الحمد الحمد لله على السلامة. كده برضه الحركات دي حركات ايه يا ابني؟ وايه اللي حصل؟ أنا أقول لك اللي حصل يا سيدي. نازلين أنا وأنت مع جمال بنت محامية كده طالعة راحت بصالك هوبا لقيناك واقع في الأرض. فين عم رجائي بتاع زمان اللي كان لما يخش الحتة عندنا الحريم تحدف نفسها من البلكونات؟ نعم أنت وصايا. جمال عامل ايه؟ جمال زي الفل والنبي ما تقلق عليه. طمنته ان انا كويس. انا قلت لعلي اقول له والدكتور قال لي ان انت يومين وهتخرج من هنا ان شاء الله. ليه؟ هو انا عندي ايه؟ انا لازم اخرج من هنا حالا. يا عم اهدى والنبي يا عمي اهدى. الواقعه بس اللي انت وقعتها عملت مشكله بسيطه وهتخرج على طول ان شاء الله. الله المستعان. امال سليم فين؟ سليم في ريال خدته. أنا ما كانش قدامي حل تاني يا حاج. أهمه برضه. أشرف جمال أخوك وسليم ابنه. لو حصل لي حاجة. إيه يا عم الكلام ده؟ مش عايزك تقول الحاجات دي والنبي. اسمعني بس يا أشرف اسمعني يا ابني. اللي حصل ده كان إنذار من ربنا عشان ألحق أوصي. خلي بالك من سليم. واسمع الكلام اللي هقوله لك جمال عنه. اللي شفت جمال قول له ابوك راضي عنك وبيدعي لك ربنا يفك كربه وينصره ان شاء الله. مكالمه تسجل وتتسرب لو ايه بتتذاع على الملا. ايه معناه؟ ايه معناه؟ ان في حد رصدنا ساعتك. تمام يا علي، عايزك تحدد لي بقى مين بالظبط. حد في شركة الاتصالات رصد المكالمة وباعها للبرنامج. في الحالة دي مش هتكون مكالمة واحدة بس، ده هيكون خط مفتوح، واللي فاتحه هو عارف بيعمل ايه كويس، وده الاحتمال الأبعد سيادتك. والأقرب؟ إن جهة سيادية معينة بتصفي حسابات مع سعادتك. وليه ما نقولش يا فندم إنه جمال نفسه؟ هو مش هدد وقال إنه مش هيسكت. جمال يا فندم بيتعامل بسياسة حرق الأرض، يعني بيهد محمد على الكل. علي جمال كان بيسجل مكالمات؟ معرفش، بس سعادتك ده شيء ممكن ورطه. جمال بيتصرف بذكاء، لو كان بيفكر إنه يبقى عنده أي أدلة تحميه، فعمره ما هيفكر في دليل زي ده، وضره أكتر ما ينفعه. البنت اللي اسمها ليلى محبوب مش كانت صاحبته زمان؟ مظبوط يا باشا، وقدمت تقرير سعادتك وقتها بكل تفاصيل الحكايه من وقت ما بدأت لحد دخول الدكتور زيتون فيها. دكتور زيتون، برافو عليك يا علي، لأول مرة تفتكر حاجة صح من زمان. البنت دي كانت جارية من جواري الدكتور زيتون. طب بص بقى يا عم علي،
أنا عايز تقرير متابعة عن أدق تفاصيل حياتها دقيقة بدقيقة. عايزها تحس إنها مرصودة، بس بلاش اختراقات لغاية ما أقول لك. مفهوم؟ تمام سعادتك. وأنت بقى يا بشوق، عايزك تدور على شركة الاتصالات، لأن هو ده الاحتمال الوحيد. تمام يا فندم. مش هتقولي لي تفضلي؟ قبل أي حاجة أنا آسفة. عارفة إنك زعلانة مني، وعارفة إني خالفت وعدي معاكي، بس والله يا رب. بس إيه يا نايل؟ إديني سبب واحد يخليكي تعملي اللي أنتِ عملتيه ده. لو مش خايفة على نفسك كنت خافي عليا، ولو مش خايفة علينا إحنا الاتنين كنت خافي على حق رضا. حق رضا اللي راح ولسه مرجعش لغاية دلوقتي. أنا اديتك الحاجة دي وأنتِ عارفة أهميتها بالنسبة لي إيه كويس. أنتِ فاهمة وصلتينا لفين؟ فاهمة؟ طب إهدي. أرجوكي تهدي. ليه يا ليلى؟ ده أنا ماليش في الدنيا دي غيري. ده أنتِ الوحيدة اللي كنت بستأمنها على كل حاجة في حياتي. تعملي فيا كده أنا؟ أنا؟ يا روبا اللي عملته ده عملته أنا متأكدة إنه هيساعدنا نوصل للحقيقة. أنهي حقيقة؟ أنتِ بتدوري على حقيقة أحمد الطوخي بتاعك بس، لكن حقيقة رضا ولا على بالك. طب اسمعيني بقى. أنت السيديهات دي عندك من إمتى؟ أرشيف تسجيلات بحاله مخزناه في بيتك من ساعة ما رضا أخوك اختفى، صح؟ يعني فكرة الخطر دي أنت حطاها جوه بيتك وعايشة معاها عادي ومش جديدة. أنت مالك؟ مالك؟ اسمعيني. اسمعيني. أنا كان لازم أعمل كده. لمصلحتي مش هنكر، بس كمان لمصلحتك. أنا عرفت رضا أخوكي واشتغلت معاه. رضا كان عنده نفس المشكلة اللي عندي. يفضل اي دليل تحت ايده يتعب ويسافر ويدفع فيه فلوس لغايه ما يجيبه، واقول له يا رضا استغله وانشره واكشف الحقيقه، كان دايما يتردد لغايه ما غيره يسبقه. انت فيكي نفس الطبع، لازم حد يجبركم انكم تاخدوا الخطوه. يبقى كنت عايزاني اعمل ايه يا روبا؟ ما تخافيش، احنا اللي ضربناهم الضربه الاولى وفاجئناهم، وهنجبرهم يساعدونا نوصل للي احنا بندور عليه. انا مش ناسي حق رضا. اوعى اسمعك تقولي كده تاني. اللي ملاحظه انك بدات تفقد اعصابك. ولا بفقد اعصابي ولا حاجه. احنا عدينا بحاجات اصعب من دي بكتير وانت عارف. اللي عملته في الضابط ده ما كانش ينفع. معلش يا علي. اصل قليل ادبه كان لازم يتربى. واديك ربيته. وطمنتك على ابوك. ما تروق بقى لغايه ما نشوف لها حل. انت كل مره بتيجي تسمعني نفس الكلمتين ومفيش حاجه بتحصل. يا جمال، الدنيا مقلوبة برا، وانت اكيد عارف اللي البنت المذيعة عاملاه، وقبل منها تولين، فاهم طبعا اللي اقصده. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ عارف يا جمال، كل مرة بتورط نفسك بسبب اللي تعرفهم، ما بتسمعش كلام حد. عندك حق، عشان كده انا قررت اسمعك. بس المرة دي بقى وانت بتتكلم عايزك تعلي صوتك قوي. انت بتتريق بقى. لا خالص، بس انا مش عايزك تعلي صوتك ليا، عايزك تروح تعلي صوتك في النيابة وتقول لهم احنا مين. عايزك تقول لهم انا وانت شغالين ايه ولحساب مين. عايزك تروح تقول لهم ان انا وانت كنا في الكنيسة، انا عملت ايه وانت عملت ايه. يا علي الكلام مفيش اسهل منه، بس ساعات السكوت بيبقى مهم قوي. بس خلي بالك انه مش على طول. وانا مش ساكت. عملت لي ايه؟ عملت لي ايه من ساعة ما دخلت هنا؟ مشوار عمال تقضيه رايح جاي وخلاص. ليه النهار عمال بتديني في نصايح؟ يا علي يعني انا لو بفقد اعصابي كان زمانك انت وابو العزم وناس كتير مشرفين مكاني. طريقتك دي مش صح. واللي حصل معايا اكبر غلط. يا جمال ابو العزم بيتحرك. وانا كمان بتحرك. الحكايه مش سباق. عشان انت بره شايفها. يا جمال علي لو مكاني هتعمل ايه؟ هارب. يبقى بيني بره المره الجايه.